İbrahim'i. Hayır. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير أزول فلان خوتي خياتي. شوف الصوت لك كاين. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع الحمد لله. مساء الخير أزول فلان خوتي خياتي. اليوم معايا شخصين غنيين عن كل تعريف، هما الخوة محمد ومحمد المحمدين. محمد واحد كالم وواحد شوية نيرفو، دونك جبت باش ندير باش نإيكيليبري. محمد بن عيسى أخويا، شرفتنا اليوم بقبول الدعوة باش نديروا هاد الحصه اللي سميناها كونستا اي بيرسبكتيف تاع الحراك. انت واحد من الاسماء الغنيه عن التعريف في بالخصوص في الجاليه في المهجر. محمد خوانيت ايضا ما يستحقش تعريف معتقل سابق، واللي راه عانى الامرين ومناضل منذ كما يقول لك منذ سنوات ضد الطغمه العسكريه ضد هاد المجرمين. واحد شاهد على واش صرا لداخل في البلاد، واحد شاهد على واش صرا خارج البلاد. نحاولوا ان نكومبينو الاراء نتاعنا باش نوصلوا الى نظره اشمل ل واش صرا في الحراك. هل حقيقه احنا يعني لازم دائما نبقاو نقولوا رانا ملاح ولازم نكملوا، ولا لازم نشوفوا الاخطاء تاعنا ونديروا نقد بناء لكل ما حدث من اجل ان نستطيع باش نقدموا؟ على سبيل المثال محمد راه يبني في فيلا وراه غير يطلع، وانا نقول له والله شاب ما شاء الله حتى يجي نهار وين الفاسي فوندغي كيما على راسه كيما يقول لك. الوغ كو لازم نقول له اودي البنيان والاساسات راها مخدومه مليح. محمد بن عيسى، اولا يعني انت كنت شاهد منذ الايام الاولى على حراك الجاليه بالخصوص في ساحه الجمهوريه. واش تقدر تقول لنا على يعني انا مانيش باغي حقيقه نلعب دور صحفي لاني ما لا اتقنه ومانيش صحفي، وانما راني باغي نكون هذا لو ديبا يكون بارتيسيباتيف، يكون حتى نتوما لا عندكم اسئله تطرحوهم عليا علاش لا، نشارك معكم وقت اللي نقدر ونخليكم نعطيكم الكلمه بطبيعه الحال وقت اللي تقدروا بطبيعه الحال وسون سونسور محمد. رساله وصلت. اول سؤال بغيت نطرحه عليك محمد، الناس بزاف لامتك على لاغورا تاع البينا. قبل ما نروح لاغورا تاع البينا محمد، انت يا خويا ما قلتليش بلي انت اسلامي وراشد هاد الحكايه وهاد الاتيكيت كيفاش قصتها محمد خويا؟ الله يفتح عليك. يا خويا مين نبداوها؟ ابراهيم خويا يعطيك الصحه على هذه المبادره. مرحبا بكم وكل خونا محمد وخونا إبراهيم اللي معناها جمعنا هذا النضال وجمعتنا علاقات شخصية خارج الحراك في هذه السنوات الأخيرة تاع الحراك، ونتشرفوا بهذه الصحبة في هذا المشوار اللي مازال طويل على ما يبدو، طريق مازال طويلة. ما نعرف مين نبدأها لك. الجالية كاك عارف الجالية كيفاش بدينا، احنا باش ما نخشوش في التفاصيل ربما المملة للشعب يعرف. احنا الان ربما الناس اللي تبعوا فينا راح يعرفوا راح يحبوا يسالوا قال وش وضع الجاليه في الحراك، معناها واش راهم مواصلين الان، كيفاش كنتوا في السنوات هذه الاخيره العام هذا الاخر، وخاصه بعد ما حبسوا جماعه في البلاد. احنا رانا ما زلنا الى حد اليوم المسيره الاخيره كانت مسيره انا مليحه وكانت في المستوى، والشعب الجزائري تفاجئ ثاني باللي الحراك ما زال ثابت وما زال مصر رغم ما يقال على البلاد. كاين بزاف يقولك باللي ورانا نسمعوها للاسف من بعد اللي بالك نحضروا فيها من بعد، باللي جماعه في البلاد راهم صاي تقريبا الضغط عليهم كبير امنيا واجتماعيا واقتصاديا وسجون وترهيب وغيره، راه مرموا المنشفه وانتم مش راكم تديروا ليه. المهم احنا
ساحة الجمهورية، تعرف ساحة الجمهورية وش فيها؟ ساحة الجمهورية صعبة، صعبة من نواحي كثيرة. باريس وفرنسا بصفة عامة فيها جالية جزائرية. اسمح لي دقيقة بركة نحل الباب. فيها جالية، جالية جزائرية قوية كبيرة بتنوعها. هذا الشيء اللي كان ربما حاجة إيجابية، حاجة مليحة وحاجة في نفس الوقت صعبة، صعبة علينا لأنه إحنا قبل الحراك خويا إبراهيم ما نشمو في نخدمو بعضنا. شوف الجالية في باريس متشتع وفي الدول الكل مش غير في باريس، ما عندنا لا جمعية وطنية جمعية قالوني في على مستوى فرنسا نخدمو فيها، ما عندنا لقاءات نخدمو فيهم، ما عندنا ولا شيء. معناها نتلمو فيه قبل الحراك كان اللي لمنا واش مودي الشعب يعرفها، يلمنا البالون، تلمنا ليكيب ناسيونال اللي كانت تربح ليكيب ناسيونال. وحتى تصور حتى ليبيي، ليبيي دافيون، انا التذاكر اللي كانوا مدارين فينا حاله في ليبيي ذبحوا فينا، معناها ذبيح في ليبيي، عمرنا لا قدرنا نتجمعوا باش نقدروا نخدموا حاجه في المستوى. المهم الحراك عرف هذه المتناقضات وهاد الناس اللي عمرهم لا تلاقاو وين حطهم كل في ساحه الجمهوريه في لا بلاص دو لا ريبوبليك، معناها في مش عارف قداش من سونتان دو متر كاري. وك عارف مع حنايا الشعب الجزائري شعب مهلوس بالمخابرات، سيتادير رباونا على هذاك شكون وهذاك مين جا وهذاك شكون اللي وراه وهذاك وهذاك وهذاك. دونك في بدايه تاع الحراك في الاول في فيفري مارس ابريل كانت صعيبة، صعيبة علينا كل لأنه كانت بعد ذيك المشاعر القوية تاع خرجوا بالعلامات والناس خرجت واللمان كذا، بدأت شوية التنظيم، شكون يجيب المطرية، شكون يدير هذيك، شكون ينظم الحد الجاي، وقتاش نديروا مسيرة، وقتاش نديروا هكذا. بدأت اللقاءات بين أعضاء الجالية، الناس ما يعرفوش بعضها، كاين ناس ديجا كانت منظمة، كاين جمعيات كانت منظمة قبل يسارية، جمعيات عندها ارتباط باحزاب، هنا عندك جمعيات عندها ارتباط باحزاب في البلاد، مثلا افافاس ار سي دي جو سي با انا حمص مش عارف شكون ثاني اللي كانوا حاضرين في بدايه الحركه هنا، وبعدين شكون جبهه التحرير وهذه المجموعه المهم كما يقول لك داروا عقليه النعامه هربوا وتخباو. كانت البدايه كانت كعار. بعد ما عدينا بالمرحله تاع التعارف من بعيد تاع نشوفوا بعضنا من بعيد، بدات المرحله تاع نقربوا لبعضنا ونخدموا بعضنا، وبدات الجمعيات واللي احنا نسميهم لي كوليكتيف، ماشي الجمعيات لي كوليكتيف، بدينا في لي رينيو وبدينا نكتشفوا حقيقه العمل الديمقراطي من ناحيه هذا، معناها لانه كنا ربما شاركنا في وقت سابق في امور ولا في انشطه ولا في جمعيات في الجامعه ولا خارج الجامعة ولا حتى ربما نشاط جمعوي هنا في فرنسا كثير منا ناشط فيه ولا نجربه، ولكن كي يجي مع الجزائريين وكعرف طبيعة الجزائريين، احنا ناس سخونين، ناس مباشرين، ما نقولوش ما عندناش لغة الخشب، كانت دي أوديبا. الحاجة المليحة انه الجزائري مهما يكون كي يغلط يقدر يرجع ويعترف بالخطأ تاعه. المهم هذا الجانب الإنساني. الجانب السياسي في الأول ما كانش واضح، معناها الأمور السياسية كانت حاجة ثانوية، كانت كما يقولوا كلنا متقدمين بطريقة، كان اللي كانت عنده قناعة أنه مش وقت السياسة الآن، ما نتكلمش خلاص على 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 أهداف سياسية ومبادئ سياسية، وكان اللي كان عامل بمنطق القديم يمشي اون كاشات كما نقولوا حنايا، عم بالو واش راه يدير، بالو باللي لازم تكون عنده القوه اللازمه، ولازم هو اللي يسيطر على 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 ساحه الجمهوريه، هو اللي يسيطر على الاجتماعات، هو اللي يكون عنده الكلمه الاخرى. وهو كاين ناس كي ما تكونش عندها مثلا الاغلبيه في اجتماع ما يحضروش الاجتماع، لازم الاجتماع هذاك يكون هو وجماعته واللي راهم مشابهين ليه تكون عنده الاغلبيه. هذه من في 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 أنا في البداية مثلا احنا الكوليكتيف تاعنا بينا، هذا بينا اللي ربما كاين اللي يعرفوه اسمه بور اون نوفال الجيري، وباش نذكروا ربما بشار ابراهيم تاع بالك بها قلتها لك ولا لا، احنا كانت اول ما نسمى بور اون نوفال الجيري قبل تبون،
تبون سرقها منا للأسف، من أجل جزائر جديدة، من أجل جزائر جديدة تبون سرقها من عندنا، مانيش عارف اسكو من عندنا ولا ليكون صي يسمعوها ولا بلك هو ثاني ما يقول لك. مش بالضرورة احنا نقولوا باللي انه من اجل جزائر الجديده ما كانش موجوده في في في, في الريجستر تاع تبون، لانه احنا في مارس كي بدينا في مارس 2019 ودرنا الصفحه تاعنا في مارس 2019 جو بونس مارس 2019 تبون ما كانش موجود اصلا، معناها تبون ما كانش موجود ككونديدا ولا كان يحلم بال، كان من المغضوب عليهم الوقت هذاك بان قوسين. جات هذا بينات تلاقينا هكذا، تلاقينا في ساحه الجمهوريه، ربما هذه معلومات ما أول مرة ربما نقولوها على المباشرة، تلاقينا بشباب شابات بمختلف شرائح، ما معناها من دو تو، دي زكس ار سي دي، دي زكس اف اف اس، دي زكس فيس، دو تو جزائريين العربي والقبائلي والشاوي كل تلاقاو على هذه الفكرة تاع يلا كيفاش نديروا هنا في الجالية باش نعاونوا خوتنا في البلاد. وجات الفكرة ودخلنا احنا تاني، درنا كوليكتيف ودرنا صفحة وبدينا في العمل المنظم. هاك عارف واش معنى العمل المنظم؟ كان صعيب، صعيب لانه الناس ما تعرفهمش، لانه احنا ما اخترناش بعضنا في بينا، احنا تلاقينا في الميدان والموجود واللي دائم يحضر دائما اي كونيكسيون انستابل. مش عارف تاعي ولا تاعك؟ تاعك ابراهيم من عندك محمد. احنا من عندي واقيل معليش. المهم انا نسمعوا فيك محمد، ما تقطع على ولا نسمعوا فيك خمسة ما تقطعش شيء. ايوه دونك والبينا بدات كيما هكذا. احنا انت قلت لي قبيله قضيه الاسلامي والامور هذه، احنا بينا علاش الناس كاين بعض من اتهمنا باننا اسلاميين بمنطقهم السلبي ومنطق التجريح ومنطق شغل دير لك ليتيكات تاع الاسلامي باش يقصيك، وشو الاسلامي شغل على ايدي راك عندك ايديولوجيا معينه وربما نتعامل معاك ونتحاور معاك، لا بمنطق الاسلامي باش نقصيك باش ما يكونش عندك مكانه، ما لازمش تكون انت راك كما قالوا واحد الوقت بيننا وبينكم نهر تاع دم ما لازمش تحضروا. كانت هذه المحاوله في الاول. لا بصح هذه مؤخرا، حتى مؤخرا محمد يعني شفت منشور ديريرمون يتكلم عليك يلوم سواديزون على الديمقراطيين كيفاش تدعيوا فيه محمد بن عيسى اللي محسوب على الاسلاميين، وكأنه يعني ولات عندنا مشكل تاع ما فهمتش انا هذه الجزائر اللي من المفروض انها تكون جزائر بلوريال متعدده نحوسوا نحصروها في، ولا حتى هذا الوصف تاع الديمقراطيه يعني ما حددناش على انه شكون هو الديمقراطي. الديمقراطي هو اللي لازم يكون عنده فكر محدد. محمد خواني ممكن تجاوبنا على هذا السؤال اللي بغيت، يعني شكون هو الديمقراطي في رايك؟ ديمقراطي هو اللي يقول لك الروح الرياح مع كاع الناس، ولا الديمقراطي هو اللي يقول لك ما الرياحش مع فلان ومع علان؟ يعني والله لو كنا حصروا درك nous avons besoin de définir effectivement quelle démocratie on احنا en tant qu'Algérie est-ce que il y a un seul type de démocratie est-ce que on n'est pas capable احنا d'adopter cette démarche démocratique لا ناتور تاعنا احنا كجزائريين بالثقافه تاعنا بالتقاليد نتاعنا بالهويه نتاعنا بالتاريخ نتاعنا. الاشكاليه وهو انه الديمقراطيه اللي نعرفوها سي لا ديموكراسي ستوندار كون ا توجور ايسيي دو غريفي او سان دو سو بوبل. وقتاش هذا الشعب عطاوه الاختيار انه يختار الصيغه المناسبه ويكتب صفحات الديمقراطية التي تناسب طبعه وتناسب ثقافته وتناسب عرقه ودينه ولغته وهويته وتاريخه وما إلى ذلك. أسكو لو كان دروك أون إساي دو فار أن تور دو فيزيون أو سان دو ديموكراسي، أسكو توت لي ديموكراسي رسومبل أ أن سول مول؟ Est-ce que la démocratie anglo-saxonne, c'est la démocratie française, ou la démocratie française, c'est la démocratie finlandaise, ou c'est la démocratie américaine, ou la canadienne, ou la suisse, ou la... Pas du tout. Et justement, quand nous avons un رغم الاختلاف نتاعنا والتساؤلات هذه اللي تعبر عن اختلافاتنا دو تال فاسون اسكورتو ان سيرتان كونسنسوس اللي كاع الناس تبرح حافيه على الاقل ارضيه مينيمال اللي تاع اون بو سو روتروفي فيها ونبداو نبنيو لي اسس ديمقراطيه نحوسوا عليها. بصح شكون درك واش راه حاصل؟
واش اي فرق هذه الناس على النظام الذي اسس للديمقراطيه الزائفه التي يريدها؟ حتى هو في وقت من الاوقات قبل وجود الاسلاميين، ولكن قبل وجود الاسلاميين تحت شعار حسابات كان قائم بها، يعني وكان الامر كان محسوب بالنسبه لي. لعبه الديمقراطيه كما كان يتصورها كانت لعبه اللي ما غاديش تهرب على حجرها، غادي تقعد فوق حجرها ما عندهاش مشكل، غادي تقعد في احضانها ما عندهاش مشكل. ولكن لما راها باللي لا افرزت شيء اللي لم يكن في الحسبان، ما كانش عنده ولا دقيقة أنه يعني فكر في مخلفات الفعل الشنيع التي قام بها. والديمقراطيون اللي في وقت من الأوقات كانوا يدعون أن النظام هذا خرج لتقتيل لإبادة الشعب بأكمله، لإقامة حرب ضد الشعب بأكمله، واللي كانوا يدعون أنه لا هذا يدافع عن الديمقراطية، هم نفسهم اللي جاءوا بعد ما استفاقوا من 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 غفلتهم باش يقولوا بلي النظام هذا مستحيل انه يؤسس للديمقراطيه، لانه لا يعترف لاي صوت الا اذا كان في صالحه. اذا هالناس اللي راهم يحكون على الديمقراطيه قولوا لنا اصلا وقتاش بنينا الديمقراطيه اللي راكم اللي راكم تدير ولا تذكر بك ماذا بينا ونو سويتي لابوار بصح كاين الناس اللي تلوم ما تلومش النظام وانما تلوم الشعب، يقول لك حنا ما طقناش نتفاهموا محمد بن عيسى الا بغيت، يعني بالرغم من انه بالرغم من الاختلافات تاعنا في كما قلت انت، بالرغم من انه ما كناش مشكلين على سبيل المثال كما الجاليه التركيه في المانيا اللي تعتبر قويه بزاف بالتكتل تاعها، قادره تهز المانيا في حاله ما اذا تمشات الجاليه التركيه في تما. دونك احنا الجاليه الجزائريه بالرغم من انها تعد بالملايين، يعني قرابه 6 ملايين مهاجر في فرنسا وحدها، بالرغم من هذا التاثير تاعنا ما كانش، ولكن بالرغم من هذا كما قلت رانا حاولنا باش نخدموا مع بعضنا، وكاين اللي يقول لك لانمي كوما محمد، واش هل حقيقه لانمي تاعنا الي كوما ولا كاين ناس اللي انت قلت كاين رهاب كاين ينفوبي تاع احنا جزائريين اودي هذاك مخابرات ما مخابرات السيد فلاني ما نخدمش معاه السيد ما نريحش معاه، كاين اللي يطرح بعض الاسئله يقول لك احنا ما جيناش باش انتم ما عندكم خلافات تاع التسعينات وحنا ما جيناش باش نديروا لي ريغلومون كونتاع التسعينات، شيء من هذا القبيل. بصح كاين ناس تحس بهم بلي راهم يديروا في لي باطون دو لي غو ماشي راهم باغيين باش الشعب يتوحد. واش رايك محمد، هل الوحده تاعنا لازم اننا نخدموا مع بعضنا كاملين ولا لازم نخدموا مع اللي جات؟ شوف اخويا ابراهيم، احنا لازم رانا ايجابيين الان، لانه انا الكلام اللي كنت نقوله فيه راهو يعتبر من معناها اللي عشناه في بدايه الحراك، معناها في السنوات الاولى تاع الحراك. اما السنه الاخيره تاع الحراك هذه او هناك نضج كبير، معناها حتى احنا مثلا في باريس هنا ربما الشيء اللي متعب ربما المخابر اللي تخطط من اجل تكسير الحراك الجاليه والحراك بصفه عامه، هو انه الجاليه باقطابها المختلفه فاتت هذه الحمى، هي ستين فيافا، معناها كما نقولوا هنا واحد الحمى كما الانغريب تحكمك وتمشي. لكن تفاو هنا جاتنا بوكو بليس في جوان 2020 على ما اظن مع مولا 2021 نسيت انا مع لا دوبل ريبتور، هذه مع لو موفمون لا دوبل ريبتور اللي جاب القطيعه المزدوجه هو اللي دار لنا شويه هذا هذا الحمى كما سميها انت البوتون دو ان بتي بوتون دو فيفر هنا في ولكن الان انا ربما قلت للجماعه معنا كي نتلاقاو وكي نخدموا قلت لهم والله غير جات ضربه لما تقتلش تقوي، معناها سيتي من التسعينات الجزائريين عم بالك باللي المعارضه الجزائريه كما نقولوا ما قدرش تخدم مع بعضها خدمه صحيحه وقويه معناها وتصارح بعضها، معناها المعارضه باختلافها معناها في الجزائر ما كانتش، معناها كانت مبادره هذيك مازافران لكن كانت ماهيش كما لازم، داروا مازافران ا مازافران دو وعاودوا رجعوا كما يقول لك رجعت ريما الى عادتها القديمه، وجات كما يقول لك لابيل دو فونت معناها الكرسي والمنصب زاد عاود فزد اي اجتماع تاع المعارضه.
الآن في باريس، وحتى كي نشوفوا كي نتكلموا مع الناس خارج باريس، المشكل هذا تجاوزوه، فاتوه. مي احنا ما نقدروش نفوتوه قبل ما نحطوا لي بوين سور لي زي، باسكو سينو حاود يرجع، لانه يعني يقول رانا فايتينو، لانه يعني الشعب ما يخرجش في البلاد. نقولوا الحراك لي اون بوز، نقولوا الحراك راهو في مرحله تاع تذبذب، تقدر تقول الحراك راهو دخل في مرحله تاع نوم، كاين اللي يقول لك الحراك بور لانستون بالصوره تاعو القديمه. ما سي برسال التحديات هذه الايديولوجيه راهي نقصت، ولكن احنا المرحله هذه اللي رانا مازلنا فيها، وانا نظن باللي التغيير أنا الجذري في الجزائر موضوع لن ينتهي، لأنه ما دام كاين النظام، ما دام كاين التعفن، ما دام كاين الفساد، ما دام كاين الدكتاتورية، ما دام تبقى روح التغيير قائمة في عند الشعب الجزائري في جيلنا وفي الجيل اللي حيجي بعدنا، ما أنا ما تغيرش. هذه سنن تاع الكون، سميها لواد لا ناتور، سميها سنن تاع الكون، كل واحد له ريفيرونس تاعه لانغويستيكي وكيفاش يشوف في الأمور. أما الديمقراطيين، ما يسميون نفسهم الديمقراطيين واليساريين هذما والتقدميين، هم تاني راه ما همش كلهم في نفس الكفة، ما همش كل كيف كيف. كاين فيه اللي راهو إغاديكاتور، كاين اللي راهو استئصالي 100%، ستادير يقول لك نشم فيك الريحة هذيك تاع 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 الإسلام السياسي كما يسميوه هما، ولا تاع الإخوانجي، ولا تاع الإسلاميست، ما لازمش نشوفك وما نهضرش معاك وما نتكلمش معاك. وانت ذكرت قبيلة عن منشور اللي إنسان ما نذكرهوش، حب نذكروه، قال لهم علاش ديروا اجتماع وتحضروا فيه جماعة تاع رشاد وتخدموا مع، انه المرة اللي فاتت النشاط اللي دار في باريس كان من اكبر الانشطة السياسية الناجحة تاع الحركة في 3 سنين، انه كان حاضر فيه رؤساء احزاب اوروبية فرنسية، منظمات حقوقية لليكخا، نائبة مجلس الشيوخ في فرنسا، يعني ممثلين عن الاحزاب، الكل كانوا حاضرين في يعني الشهر اللي فات في باريس من اجل التنديد بوضع حقوق الانسان في الجزائر. وهذا من الناس راهم داخلين، احنا في فرنسا خاصه الاحزاب اللي داخلين في في حمله انتخابيه، كان ضروري انه احنا نقولوا لهم باللي الجاليه الجزائريه ماشي راح تسكت على 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 انكم توقفوا مع العصابه، وراح يكون عندها راي حتى هي في الانتخابات المقبله الجايه، خاصه من اللي انتخب. دونك يخرج لك انسان يقول لك كيفاش تحضروا معاكم انسان راهو من جماعه، وجماعه هادمك اللي هو يسميها مراشد راهم دي تيروريست، ولا وهو عنده قضيه الان في المحكمه على قضيه معناها يربط بين الاسلام والاسلاميزم والتيروريزم. ملف التسعينات لازم يتفتح، ضروري لازم يتفتح، كيفاش مانيش عارف، ربما نحكوا فيها من بعد، ولكن لازم يتفتح. ولكن احنا واش قلنا مع جماعه هادم؟ قلنا من الاستئصال راهو ضد الديمقراطيه، فكر الاستئصال عمره لا يقدر يكون ديمقراطي استئصالي. ما نقدروش نكذبوا على الشعب الجزائري، ما تقوليش انا جو سوي ايغاديكاتور اي ديموكرات، نو جامي، سي دي زونتي كيما يقول لك دي زونتي بود، مختلفين. باسكو انت يا كي تقول لي انا هذاك ما نشتغلش معاه لانه عنده توجه مختلف عليا محافظ ولا اسلامي، انت راك تنفي الاخر، انت ما تعترفش بالاخر. كاين ناس اخرين يقول لك انا انت اسلامي، انت عدوي السياسي في مون ادفيرسير بوليتيك، ولكن نخدم معاك الان ومستعد نخدم معاك الان، ولكن كل واحد على 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 انا بصراحه باتفاق على الاهداف، ولكن نخدم معاك. وهادم الجزء الثاني هو الاغلبيه تاع لي بروغريسيست في الـ في الـ انا في الـ في النخبه الجزائريه المسيسه، معناها الحمد لله اللي جاوا الاغلبيه. بصح محمد ما تشوفش بانه احنا كجزائريين ضيعنا وقت كبير في البحث على شكون اللي يريح معك؟ يعني بعد 3 سنوات ما زلنا نحوصوا، واش يعني دائما نحوصوا شكون اللي يجي يريح، شكون اللي غادي تعرضوا، شكون اللي ما تعرضوش، اسكو غادي يكونوا معك فلان، اسكو غادي يكون معك التنظيم الفلاني. ما زلنا نحوصوا غير على كما على سبيل المثال، انت راك ذكرت ملف التسعينات قلت لازم يتفتح. كاين الناس راهي تقول لك لا، ملف التسعينات حنا ما لازمش نهضروا عليها. كاين الناس حتى من الاسلاميين، باش ما نكونوش غير منصفين، يعني حتى ممن يعتبرون من يحسبون على الاسلاميين، كاين اللي عطاو دي زامبينيتي لي جينيرو، كاين اللي يقول له روحوا ما تحاسبش وخلاص، وبالرغم من انه القانون الدولي العالمي ما يتسامحش مع جرائم من هذا النوع، مع الجينوسيد، مع إبادة ناس عزل، مع حرب قذرة صارت في الجزائر. الناس مشي بغي تهدر على هذا الملف، يعني وكأنه البعبع تاع السيستم هو هذا الملف. خويا ابراهيم ما نقدروش، شوف احنا كي نجبدوه معناها نقصد انه ما نقدروش نفتحوه ونفصلوا فيه الان، ولكن نتفقوا فيه على اشياء، نقدروا نتفقوا نقولوا باللي ملف التسعينات تفتح
في بعد فعنا في بداية الانفتاح الديمقراطي في الجزائر. وش نقولوا؟ نقولوا باللي لازم تكون عدالة حقيقية، واللي أجرم من الطرفين ومن كل الأطراف، معناها من كل الأطراف يعني يمر أمام العدالة، إسلامي عسكري ديمقراطي بقوسين علماني ولا استئصالي، اللي ساند الانقلاب واللي شرع للانقلاب الإسلامي، اللي مر الناس يطلعوا للسلاح يعني الجبل، ولا اللي كما نقول احنا دار الفتوى باش جزائري يهز السلاح ويقتل جزائري. كل هادم يتحطوا سواسية بالكاسكيتة بالإسلامي بالعلماني، والشعب يتسائلهم، الشعب يحب يعفو عليهم، يحب أن هذيك مشكل آخر، ولكن الكل على نفس القدم من المساواة في دولة في إطار عدالة انتقالية. ولكن احنا ما زلنا بعد هذا، كي نعطيه ضمانات لأنفسنا باللي لأنه يعني كاين الناس وش يقولك باللي كاين جهة، كاين رشاد، كاين لاكس فيس، لانه يقولوا رشاد سي لاكس فيس، كاين اللي دوروا اطر رشاد كما مثلا احنا فينا يقول لك انتم راكم لساتيليت دو رشاد، انا نتكلموا فيها بعدين مانيش عارف كيفاش، ولكن يقول لك هذا كل حابين يستعملوا التسعينات ويستعملوا الاسلام ويستعملوا خاصه الاشكال اللي عندهم مع العسكر في التسعينات باش ياخذوا معناها صفه الضحيه ويمانيبيلي ويعني يستعطفوا الشعب الجزائري ويطيحوا علينا وانا وحنا نخرجوا حنا خاسرين. وسمح لي ويقول لك باللي مهما يكون في اطار الديمقراطيه احنا ما يقول لك احنا عارفين باللي الاسلاميين هذا ما راح يديوا الحكم، لانه يعني الشعب يفوتي بالعاطفه، الشعب تاعنا الجزائري نعرف شرا في تونس وفي مصر وفي الاردن وفي فلسطين ومش عارف وفي المغرب مؤخرا قبل راح يفوتي على الناس اللي عندهم توجه اسلامي، دونك احنا كون يطلعوا هذا ما تاع التوجه الاسلامي راح يمحيونا ويمحيونا مع العسكر مره واحده. دونك كاين نوع من التخوف فيها في هذا الباب، وحنا لازم الشعب الجزائري اللي يحب هذه البلاد واللي يحب هذا مستقبل الجزائر، معنا خاصه جيلنا والجيل اللي راح يجي بعدنا، لازم نتكلموا في المواضيع كامله ونعطيوا ضمانات لبعضنا كل كائن. كاين عندنا الاختلاف، عندنا الاختلاف اللي ساري بين 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 عربي وقبائلي في الاول تاع الحراك وفي بدايه الحراك، رغم انه الشعب فصل فيه، لما كاين هناك ناشطين سياسيين مازالوا يفكروا بهذا الروجيستر، مازال في راسه هو مناضل في الحراك ولكن مناضل منساج معناها مازال بمنطق يعني يميليت بور لا كوز كولتوريل بربير، ماشي يميليت ما هوش يناضل من اجل الحراك 100%. والاخر من الجهه الاخرى خايف من هذاك، يقول لك اي 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 هذاك راح يدير لي تمازغه وكيفاش وانا ما نلقاش روحي في هذا الحساب. انا هذه المواضيع كامله احنا بدينا في الامور الايديولوجيه، وهذه ثاني راه ايديولوجيا باسكو لا كوز كولتورال سي ايديولوجيك. هذه المواضيع كان لازم تطرح بين المفروض بين كل المعارضين، لانه من غير هذا نبقى انا ابراهيم خايف منك، انا مش عارف ابراهيم انت اسلامي ولا ماكش اسلامي علماني، انت حدر لي دوله اسلاميه، والاخر يقول لك انت حاب تجيب لي اللائكيه الفرنسيه باش يعودوا لي انايا بناتي متسيبات وتنحي لي قانون وتنحي لي الدنيا. هذه الامور كل ما نعطيوش لانفسنا ضمانات فيها مش راح نتوحدوا ضد العصابه، نبقاو ديما متشتتين وخايفين من بعضنا ونعسوا في بعضنا ونعودوا نقولوا كما قالوها العسكر ولا انتوما. واش داروها في تونس مؤخرا جماعه للاسف وقفوا مع قيس سعيد اللي سموا انفسهم ديمقراطيين، وقفوا مع قيس سعيد رغم انه انقلابي ورغم انه ديكتاتور ضد النهضه، شماته في النهضه اللي هي اسلاميه. هذه ما لازمش نوقعوا فيها، لانه كون زيد نوقعوا فيها العسكر عندهم منكور سنوات وسنوات وسنوات يعفسونا. وصلت لنا النقطه مليحه محمد خويا. محمد خواني تب نهار اللي تبغي تدي الكلمه، يعني في زوج جيتوني محمد ما صدق كي نهضر محمد. لا لا قبل ما نعطيك كلمة محمد الا بغيت ربي يعني هذه الكلمه تاع الوحده اللي وصل لها محمد لازم توحدوا. كاين اللي يقول لك هاد الوحدة انتم راكم تفرقوا من ديروا على باليش نقد لما يحدث الآن في الساحة السياسية. إذا كنا حقيقة نسمو روحنا سياسيين، وانت راك قلت في العديد من المناسبات بأنه احنا كدي ميليتان ما زلنا ما وصلناش ما لقيناش باش نمارسوا سياسة. محمد هاد الوحدة تاعنا هل لازم تشملنا كاملين؟ بالرغم من انه نعرفوا عندنا نماذج وكاين الناس اللي على سبيل المثال الايه اللي يقول فيها ربي للنبي عليه الصلاه والسلام ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبلا، وكان يتكلم على المنافقين بطبيعه الحال اللي كان تحاول انك تقنعهم وتخرجهم معك وتقول لهم اودي هذا الحراك وتقول لهم ما راحش يخدم القضيه وانما راح يكسرها اكثر من
واش رايك محمد، هل لازم كل الجزائريين يتوحدوا على كلمة واحدة، ولا هل لازم صفوف تبنى على ما هو أساسي يعني؟ والله يا ابراهيم خويا جنبو اوكن كونتراديكسيون، يعني ايفيكتيفمون لازم كل الجزائريين يتفاهموا على كلمه واحده. يعني رانا نبنيو الكلمه هذه باش نوصلوها، لابد ان نؤسس لها قبيله. قلت واش المهم نطلع للفيلا ولا نتاكد باللي عندي الاساس صحيح اللي يضمن لي من بعدها باغي نبني دوزيطاج نبني، باغي نبني تيزيطاج نبني. القصد تاع لا كيسيون تاعي محمد، كاين دي جون كي كونتينيو ا غلوريفي بار اكزومبل نزار، يقول لك لو كان ماشي نزار راحنا نتوما كورانا في كيما كابول على سبيل المثال. هاني جايك دونك اسكو دونك باش نوصلوا لبني ونؤسسوا لهذه الكلمه، لابد ان تتوفر شروط مجموعه مبادئ كيما كان يقول خونا سي ان بليزير دو ليكوتي محمد ولا سي ان بليزير دو ليكوتي. كما كان يقول يعني دروك اسكو نحن ننفي الاختلافات الموجوده في وسط المجتمع الجزائري؟ نحن لا ننفيها، بصح هل نجعل منها عائق باش نتقدموا لقدام؟ كي نبقاو خايف مني ومنك حقيقه لا بد ان نوفر لانفسنا ضمانات لبعضنا البعض تشكل من بعدها لا كونتينيتي d'exister, la continuité de défendre sa théorie, son idéologie, ce que tu veux, dans un cadre de loi et de droit. Voilà. La deuxième des choses, malheureusement pour nous, qu'on le veuille ou non, on a en même temps, et comme l'a dit le chef Jazaïl, il continue à fonctionner. Dans ce cadre-là, le mabadi' misaq nidal, في وقت من الأوقات سوف تطرح المسألة، وكاين ناس اللي بالنسبة لهم المبادئ هذه طالما أنني جيت تمشيت معك وراني نقول لي جينيرو وجو نسي با دونك سي سوفيزون، alors que دروك لحقنا الان بوا وين اون سابيرسوا بلي نو سو ني بلو سوفيزون. دايور كونت اون نوزا بريفي دو مانيفيستي، كونت اون نوزا بريفي دو سورتير دون لي رو، c'est comme si on nous a privés de tout, on nous a privés de notre révolution. Et donc, on doit reconnaître que nous avons résumé notre révolution. En quoi nous avons résumé notre révolution? À sortir. On sait que c'est un axe essentiel, principal, il n'y a pas de souci. Mais cet axe principal, cet axe, et il faut dire qu'on ne l'a pas vraiment construit, on l'a subi. Yani, chauffe le comportement de la douleur qui va chez Oslo. لمستوى أنهم حقيقة الموتيف أي الفدر توت إن بوبولاسيون أوتور دي موفمون ريفوليسيونار، يعني كاين دي سيلول دو باس كي اون ترافاي و ان سيستيم دو كورديناسيون و دي بلاتفورم دو ريفونديكاسيون و ان انسومبل دو برانسيب اكسيتيرا، وراه في الوعي يزيد 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 يزيد. حنا بديناها من التالي، حنا سيتي بوكو بلوس لا كولير بلوس اون مانيبيولاسيون، وين النظام هذا دائما يعتقد نفسه باللي راه يمشي في مجموعه خرفان، دونك يدخلهم للكوري كي يبغي ويخرجهم للكوري كي ما يبغي، الوغ كو لو بوبل اي فوني بور لور دير نو راكو غالطين، هادو ماشي خرفان. اي دونك دون تو سا الي تو تا في نورمال باسكو يا با دو كارت ديزيون، عندناش حنا جو نسي با مو نو سون با ان بارتي بوليتيك، il y a pas de هذا شوف الناس اللي راهم كبروا دون زمان بارتي بوليتيك دون دي بيي كي بينيفيسي دو توت لي ليبرتي و تسي بلي او فيل دو لو افونسمون يا دي كونفلي كي اباريس اليا alors que حنا جينا نخدموا مع بعضنا بعض من توجهات مختلفه و و و و و ومن من 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 كومون دير دي بريتونسيون اي بارس ثاني، يعني كل واحد يدعي حتى من في بعض الأوقات يدعي لن يملك كله نورير دو توت لي فاسون نو سومو طران أو سنو ديباراسي أو فور إي أمزور دو سارتان زوتوماتيزم ورثناها على النظام، مفهوم التزعم، مفهوم أنه يلزمنا مخلص، يلزمنا نبي مرسل وحنا غير يجي يقول لنا الرسالة ونتبعو،
ما تعودناش على المواطن، يعني هذا اللي رانا نحكيوا عليه لا ديموكراسي بارتيسيباتيف، وهو انه كل مواطن يفهم لا ديمونسيون تاع المسؤوليه نتاعه، ويفهم لا ديمونسيون تاع لو دروا نتاعه، ولا لا فاصون دو ديابوتير ايتترا. اي دونك نو سوم اون طرا دي الي كريشندو انا. Il faut reconnaître que nous sommes en train de payer les conséquences de 60 ans de pratiques sociales, culturelles, éducatives, instructives, historiques, tout ce que tu veux. 60 ans de poids que nous sommes en train de balayer au fur et à mesure. Et donc, c'est tout à fait normal. Je pense que ces luttes intestinales intrinsèques ou l'opportunisme qui a la peau dure. Il y a effectivement, s'il y a une chose qu'on doit reconnaître à ce système, sans aucune équivoque, c'est qu'il a une capacité de manipulation extra. D'ailleurs, je pense que c'est la seule chose qu'il a développée. Haja l'ouahida, l'étawurha, hadam nidam, il y a l'qudra n'ta'a, ala, tout d'abord, là, il s'adapte à toutes les situations, où Zawja, qui va يتلاعب بالحقيقة، يتلاعب بالأرقام، يتلاعب بالاقتصاد، يتلاعب بالصحة نتاع المواطن، التلاعب هذه هي يعني سي سون بوين لو بلو فور. محمد بارلون دي دغوا و بارلون دو لا ديموكراسي، كاين ان امي سور سور لا شين يوتيوب طرح علينا سؤال، قال لك جو سوي ان الجيريان مي جو نو سوي با مسلمان، اسكو جي ما بلاص اون الجيري، في الجيري نوفيل اللي راكم تبنوها انتم بطبيعة الحال. اللي رانا نبنوها احنا محمد، انا باغي نبنوها، اللي رانا باغيين نبنوها هنا هو الى 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 انتيريور ني با ليكستيريور اي سي با ان سبيكتاتور. يعني المعتقد نتاعك الا كان ربي عز وجل ضمنه لك، ربي من فوق سبع سماوات، وفانت كونت كي مو ديفرونس، يعني نامن بربي انت ما تامنش به. Donc, s'il y a un seul juge, c'est bien lui. هو ضمن أهلك. لا بصح هذه النقطة بدات محمد بن عيسى أسألت الكثير من الحبل، هي نقطة الإسلام دين الدولة. هل حقيقة نحن في الجزائر عندنا إسلام دين الدولة؟ هل يمكن لدولة أن يعني تتبنى في الدستور تاعها دين محدد؟ هي هذه من بين المواضيع اللي لازم نقولوها بصراحة. معناها الأنظمة العربية اللي جات بعد الاستعمار هي أنظمة عنها من أغلبها من مخلفات الاستعمار، وكانت تبحث على كما كان يقول خويا محمد خواني لا مانيبيولاسيون، واش كيفاش يمانيبيليو الشعوب تاعها. أكبر شيء، أكبر فيكتور، معناها أكبر عامل يخدروا به كما قال كارلو ماركس الدين أفيون الشعوب، هو 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 الدين والإسلام. بعدها جي الكورة ومن بعد جي حوايج اخرين. معناها كي تقول لي انا الجزائر كدولة دولة مؤسسات، انت كيعود الشعب مسلم، الشعب محافظ، الشعب يعرف هويته، يعرف ثقافته، ماكش محتاج تحطها في 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 في, في الدستور، معناها في الدستور بهذه الطريقة، وماكش محتاج انك تمانيبولي الاسلام بهذه الطريقة في الجزائر، وماكش محتاج انك معناها تستعمل الاسلام كومينيتونداغ، وانت كل يوم انت تكفر على الايات، كل يوم انت تعفس على هذا الدين، كل يوم وانت تمرمد في هذا الدين. احنا عارفين كلها، حتى انه بعض الناس احنا درنا لهنا دي ديبا في 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 في, في باريس على الموضوع في الاول تاع الحراك، كاين الناس يحطوهم ليز اسلاميست المتشددين، قال لك احنا ما عندناش مشكل انه حتى في ازاله هذه الماده من الدستور ما يقلقناش، لانه في الحقيقه يلا غدوه ابراهيم انت عندك حزب وعندك الاغلبيه ولا وتنحي هذه الماده في البرلمان، هل راح تغير شيء في واقع الشعب الجزائري؟ لا وهل يعني تحتاج حقيقه انت كمسلم باش يقولوا لك بلي انت يجي الدستور يقول لك اودي احنا مسلمين باش تحس بالاسلاميه تاعك ولا كيفاش؟ نعم، لانه الناس ماشي يخافوا، يقول لك تنحي لي هذه الماده، لانه بالنسبه لي الماده هذه ضمان ان غارونتي باللي غدوه ابراهيم مانيش عارف انايا عنده مذهب بيزار يعود مسؤول ولا يدير حزب ويدي الاغلبيه، وراح يرسل لنا قوانين، مثلا قوانين على على على, على الشدود، قوانين على مانيش عارف واش هما الناس يخافوا بوكو بليس من هذه، يخافوا انه هذه نقطه اخرى انا جايينها محمد، يعني الفرق ما بين لي ليبرتي والليبرتيناج، كاين بزاف اللي راهم يديروا لا كونفيزيون ما بين المصطلحين.
يعني بس حبيت نجاوب الاخ هذاك اللي قال لك انا مانيش مسلم وعندي مكانتي. انا حاب نقول باللي احنا الجزائر اللي نحلموا بها واللي دافعنا عليها 3 سنين هذه ومازال ندافع عليها هي دوله المواطنه، اللي هو الجزائري والجزائريه يكونوا سواسيه في الحقوق وفي الواجبات باختلاف ديانتهم، باختلاف اللغه اللي يتكلموها، باختلاف انتمائهم الجغرافي، تسكن في الجمال ولا في الجنوب، انت تهضر بالقبيليه ولا بالعربيه ولا بالشاويه ولا بالترقيه، انت مسيحي انا نقول حتى ما نقولوش مش مسلم، انت مسيحي جزائري، الجزائر تحميك والجزائر وطنك وانت تشارك في اي مؤسسات ولا يجوز اقصائك من اي شيء، واللي يقصيك يعاقب في القانون لانه يعتبر اقصاء. احنا في فرنسا ابراهيم ترك راك 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 جلد اوروبا، انا عايش في فرنسا دوبي 20 سنه عندي حقوقي رغم انه فيها صعوبات وكاين اشكالات سياسيه في فرنسا تفسيرها وتحليلها في وقت اخر. المسلمين في فرنسا عندهم كل الحقوق، كنت تتكلم على تركيا يبنوا في المساجد ويديروا الأنشطة تحم الثقافية ويربوا أولادهم العربية ويديروا مؤتمرات قد عنها كبار. كيفاش أنت ولا خاصة هذا من الناس اللي يقولك أنت جماعة راشد وجماعة الإسلاميين وجماعة كذا اللي أغلبهم عايشين خارج فرنسا، هاد الناس اللي عايشين وشايفين شايفين كيف الديمقراطية هي الضمان الوحيد للناس كل والحرية قبل أي شيء والحرية والديمقراطية. ونزيد لك حاجة أخرى، حتى العلمانية في بعض الدول تحمي المسلمين، لأن يعني العلمانية اللي مثلاً في فرنسا ولا في بعض لأنه كانوا متطرفين، ولكن العلمانية تحمي المسلمين كأقلية. كتعود أنت كمسلم أقلية مادام الدولة هذه ما تطبقش عليك المبادئ الدينية تاعها اللي هي مثلاً اليهودية ولا المسيحية، مادام الدولة علمانية معناها أنت كمسلم وأنت كمسيحي راكم متعادلين أمامها في هذه الدولة، تعتبروا مواطنين. علاش هذه المصطلحات؟ كاين بعض خوتنا يخلطوا في المصطلحات. بالنسبة لي العلمانية راح تنحي لي هويتي، لا مش بالضرورة يا أخي، احنا في الجزائر محتاجين مواضيع هذه نتناقشوا فيها، نتناقشوا نعم في الجزائر وشي ما كانت الإسلام في الجزائر، لأنه ما تنساش الدولة تلعب بالإسلام، حتى المعارضة ما يسموا أنفسهم إسلاميين يتاجروا بالإسلام أكيد، وهذه احنا ما نقبلوهاش. انا مثلا ما نحتاجش واحد يجي يعرفني درك ديني، انا ما نحتاجش دير لي حزب سياسي باش تقول لي كما كانوا يقولوا واحد الوقت في مصر وكانوا يقول لك لا دستور مش لا قانون، قال الله قال الرسول. حتى قالوها في الجزائر نعم، حتى في وقت الحراك كان بعض الاشخاص اللي حاولوا انهم يرجعوا بشعارات متطرفه من اجل توسيخ الحراك. يعطيك الصحه. دونك انت ابراهيم انت يا الجيل تاعك وجيل تاعي وحتى جيل تاع خونا محمد خواني احنا متحررين من الخلطات هذه. انا يا نحب ندين ولا نحب ما ندينش امر خاص، اما تسير الدوله تسير الشان العام وانت غدوه ابراهيم مسؤول على بلدي انا ما نحوش عليك تصلي الفجر في الجامع ولا وتحط لي في الفيسبوك تاعك اني رحت للحج ورحت العمره ورحت كما حكاها لي واحد مره اللي فاتت بين قوسين برك واحد رئيس بلديه في البلاد راح العمره وفرحان ورجع بكذا، هو معروف عليه تاع رشاوي وتاع فساد وتاع كذا وتاع كذا. كي رجع من العمره جاه واحد باش يدخل معاه باش يحكي معاه علي زافير، قال له با تو سويت، شوف انا وني راجع غير من العمره خليني شويه وما سمانه سمانتين وبعد رجع لي. دونك اكتب كيفاش ما دونك مش قضيه الدين ولا مش قضيه قضيه عبد الرزاق راشي راه يقول تجار الدين الاسلامي، وهذه كلمه بزاف تعاود. لو كان يسيبوا على سبيل المثال محمد خواني يسيبوك دير لايف تذكر فيه ايه ولا تذكر فيه حديث، انت من تجار الدين انتما. يعني انا والله العظيم راني باغي نسال الناس كي من هادو، انا بدوري اسالهم، يعني انا في التعامل نتاعي اليومي باش نتعامل على اي اساس؟ على اساس الثقافه والتربيه اللي اؤمن بها، الثقافه اللي والتربيه اللي تربيت عليها وقريت عليها ومقتنع بها. و يعني ما الغريب في الامر ان مسلم تكون ثقافته اسلاميه؟ ما الغريب في الامر؟ يعني اسكو نمشي اللوم مثلا مسيحي ولا يهودي لو كان يقول لي انا مثلا في ديننا يا خويا انا ما ناكلش حلوف مثلا، تنقول له علاش ما تاكلش حلوف؟ يخرج لي ايه من ما 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 وكونترير هذا الميريت تو ريسبي دو مون. بصح انا كمسلم جو دو جوست اشاك فوا انا في خانه الاتهام، ولو كان نعبر عن نفسي حسب ما اعتقده في حياتي حتى الاخلاق في حد ذاتها
تستند على ماذا؟ تستند على دين محدد، يعني في أغلب الأحيان الأخلاق نابعة من دين، نابعة من تربية، حتى لو كان دين مسيحي، دين يهودي، دين حتى بعض الديانات السماوية يعني. بس مش بالضرورة إبراهيم أنه الأخلاق نابعة من دين. لا لا محمد، القصد هو أنه يعني على بالي بالضرورة، حتى في بعض الديانات. اسمح لي محمد، على سبيل المثال كنت شفتوا الحملة تاع ترامب، دونالد ترامب دارها بلا بيبل. العديد من الحاخامات في اليهود لما يكلموا ولا لما يديروا لا كومباني الكتورال تاعهم يتكلموا على المشروع توسعة الدولة الإسرائيلية اللي موعدين بها في التوراة. يعني ما عندهمش عقدة من تكلم بالدين تاعهم. حنا ولات عندنا كومبلكس، ما تقدرش تهضر بالدين، ولا كان تهضر غير تستند ولا تقتبس بحديث ولا بآيات، تحس روحك كي شغل لازم تبرر لهذا الفعل اللي قمت به. محمد الله تسكب اخواني ولا انا انت ما معليش محمد شوف انا نقول لك، لانه شوف موضوع شوف الاسلام والاسلام السياسي موضوع كبير، لازم نهار نفتحوها ابراهيم الى حبيت نتكلموا فيه بالتفاصيل، انه موضوع كبير عنده علاقه عن باكواش، عنده علاقه بالاسلام في حد ذاته، بالاسلام كمشروع حضاري سياسي اسلامي اللي راح يدخل في صراع مع الغرب حول في العالم، وكشف شو صار في تركيا. في معناها الاسلام ما تقارنوش بالمسيحيه، لانه المسيحيه لا فيسا انها كما نقول لك سا ماتوريتي بوليتيك، ودخلت سكونابل دون سيكولاريزاسيون، معناها الى حد معين سواء علمانيه ولا مش علمانيه فصلوا الدين على السياسه وصار اتفاق على هذا. احنا في الاسلام الامر هذا مازال راهو الان ونبدا حتى عند المفكرين الان ونبدا موضوع قاعد يتطرح بشكل جدي الان، قاعد يتفصل كيفاش تفصل بين الدين والسياسه، لانه كيف نقدروا يقدر الدين هدايا مثلا، يقدر اي سياسي ما يستعملش الدين باش يروح به الابعاد غير متوقعه، يعود متطرف، يعود مثلا يجعل فهمه للدين فهم تاع ساكت بعيدا عن التطرف محمد، ويفرضوا على الشعب، لانه الاشكال هو كله هنا ومش لا بعيدا عن التطرف. كاين بعض النقاط على سبيل المثال، ورانا ما عندناش بزاف من اللي احتفلنا ب 8 مارس يوم المراه، كاين قانون الاسره اللي الناس ممكن ما يتكلمش على المراه اللي راهي مسجونه، ويتكلم على المراه اللي في نظره مضطهده من طرف القانون الجزائري. كاين نقطه اخرى اللي هي قضيه الميراث اللي يعتمد فيها القانون الجزائري على سبيل المثال على الدين، على التشريع الإسلامي يعني هذه النقاط هل كانت تشكل حاجز أمام أنه يتفقوا فيها من كل الجزائريين، ولا هل حقيقة هذه النقاط هي جد مهمة من أجل نعطوها أهمية، والاختلاف تاعنا هو اللي مخلناش باش نمشيو إلى خارطة الطريق ولا خارطة التوافق ما بين كل الايديولوجيات اللي راهي ناشطه في الحراك؟ انا ما نعرف مخواني ولا انا نظن باللي الموضوع هذايا موضوع مش اساسي، ولكن سي جوست كيما قلت كان بريتكست فقط باش يتغطاو عليه، انه قانون الاسره ونعم مثلا حتى في ديننا احنا كاين اشياء لازم تتراجع بيان سور، التطبيق السعودية للإسلام وتطبيق القطري والتطبيق التركي والجزائري مش نفسه، أنا ما نقدروش نطبقوا نفس الشيء في. أما قضية الميراث أنا نظن يجي وقتها في إطار آخر، في إطار ديمقراطي، لأنه الآن مثلا كيفاش يمكن تناقش موضوع كما هذا في الجزائر وأنت ما عندكش حرية تعبير، وأنت ما عندك ولا شيء يسمح لك أنك لأنه هذه مواضيع اسمها مواضيع اجتماعية سوسيال، معناها لازم لها باش تتغير لازم لها كيما يقول اون جينيراسيون، لازم لها انها نقاشات واسعه، تجيب واحد مثلا رجل دين، وتجيب واحد سوسيولوج، وتجيب واحد بسيكولوج، وتجيب كل المختصين باش يتكلموا في مواضيع كيما هذا. انا من بين الاراء انه ما لازمش رجل الدين يتكلم في مواضيع هذه وحده. احنا هنا في فرنسا كانت عندنا نقاشات في المواضيع هذه، لانه ما تنساش باللي هذه نقطه مهمه جدا حط لها ثلاث صور ابراهيم، باللي لي ديبا اللي صاروا في الجزائر وفي العالم العربي في قضيه الاسلام والديمقراطيه والعلمانيه راهو اصلها منبعها تقريبا في لو كونتكست فرونسي فرانكو فرونسي بوكو بلوس، لانه لي زوريونتاليست الناس اللي راهم عندهم كراهيه للاسلام، الناس اللي داعي يعني يطلبوا يقول لك باللي عندها المجتمعات العربيه هذه ولا هذه لا سفير
إسلام وغاب هذه كل لازمها تتحرم الإسلام باش تتطور. كل هذه الأفكار هذه موجودة لهن. أنا العلمانية كما نقول إحنا أن طونك كو كريتيك فورت و فوندامونتال للإسلام بدأت من هنا، ويبدأوا بعدين مثقفين إحنا يلي متأثرين بالحداثة وما بعد الحداثة وبكل مش هنذكر نذكر الآن تولي المفكرين اللي تكلموا في المواضيع هذا، دونك يحاولوا ينقلوا لي ديباي لي سوجي اللي مطروحين وينقلوهم عندنا في الجزائر بساعات بحدة. شوف مثلا بعد كما كنت تكلمه بعد اللي يسميهم أنفسهم علمانيين في البلاد يركز لك على تفاصيل ربما مش وقتها. انا نظن مش وقتها دون لو سونس وين رانا ماناش متحرين. انا الان كي نقول لك نحب نغير قانون الاسره ولا هاو كيفاش نشوف المراه الجزائريه في المستقبل، المراه الجزائريه راهي مسجونه الان، والمراه الجزائريه الان راهي تعاني الويلات. معناها كيفاش نقدر نروحوا في مواضيع اخرى واحنا ما زلنا بعد كل بعد. معناها انت الحقره اللي ديفني جينيراليزي كون جات عندنا كرامه ربما ونيف انه ما نقبلوش باللي اختي ولا اختك تترمى في السجن وما ناش عارفين واش صار فيها. مش وقتها محمد، انا وقتها نهار اللي نتفقوا على اون ترانزيسيون ديموكراتيك، نهار اللي نكونوا نقولوا باللي هذا الموضوع لازم يتطرح، نقولوا بيناتنا باللي يا با تابو بين في المعارضه، ما كانش موضوع يعتبر تابو. يعني نتفقوا باللي شوف احنا لا دوب الريبتور كي جات في باريس احنا قلنا للناس باللي الا بوزي دي فري كيستيون اونتر غيمي بطريقه مش مليح كما يدير النظام تقريبا. النظام ساعات يعطي لك مواضيع حقيقيه في الجزائر ولكن يطرحها دائما بطريقه فيها المانيبيولاسيون وفيها الخبط وفيها تشتيت الانتباه. دوبر ريبتور كي جاوا يهضروا على وي الاسلام وش الاسلام والتسعينات باسكو سي افي ان سوجي، يافي ان سوجي وسط الحراك. حنا ناس كي يتكلموا كي كنا نقولوا في الشعارات باللي هاد من الناس ذبحتونا في التسعينات، انتم قتلتوا في التسعينات، انتم مجرمين. معنا التسعينات عاود كانت رجعت في الحراك بطريقه وباخرى، لانه علاش رجعت؟ لانه المسؤولين على التسعينات هم المسؤولين اليوم، والمسؤولين ما تبدلوش. دونك اوبليجي كي تدخل في صراع مع هذا تقول انت درت لي. مش بالضروره انك حاب تعاود ترجع تلخص الحراك في التسعينات. لا، الحراك مش ورا التسعينات، الحراك هو من الاستقلال وربما ما قبل الاستقلال حتى اليوم. انا نظن باللي كي نتفقوا انا نقول لك باللي انت يا ابراهيم انت راك علماني ومواضيع هذه مهمه ليك، انت يا اخويا محمد راك اسلامي تظن انه في الجزائر لازم نطبقوا شرع الله وما نخرجش على شرع الله. كان يتفقوا في اثنين باللي هذه المواضيع نتفقوا عليها ديمقراطيا في يعني بعد ان نحطوا الاطار وتتناقش ونعطيه لانفسنا مده زمنيه باش نتناقشوا من اجلها باش نحوسوا على وش هو مصلحه المراه الجزائريه. مش بالضروره نطبق مبادئ الى المراه الجزائريه من ماش تعاني الان، لانه يعني الديمقراطيين اللي يسميهم رحم ديمقراطيين يقول لك باللي قانون الاسره ظالم كذا، وهم اغلبهم اللي عايش في فرنسا ما يتكلموش باللي المراه الفرنسيه تدي في نفس المنصب تدي 20% 30% اقل من الراجل. هذه ما يتكلموش عليها، ينساوها، وكانه المراه عنها الجزائريه وحدها هي المظلومه، لكن المراه في العالم كامله مظلومه. مش غير احنا كجزائريين، المراه الجزائريه كتقول لك انا مسلمه، انا يا سيدي انا مسلمه، كما هنا مثلا الديبا في فرنسا يقولوا للمراه المتحجبه انت بالسيف لابسه الحجاب راجلك اللي فرض عليك الحجاب. تجي واحده تقول لهم يا امراه انا يا في الديبا دو تيلي تقول لهم انا نلبس الحجاب باسكو مقتنعه به. لا، امبوسيبل مقتنعه به، انت راكي مانيبيولي. وانت هل الاشكال مطروح بهذا انه الجزائريين اغلبهم مسلمين ما فيهاش نقاش في هذا، عندهم ريفيرونس يحبوا يطبقوا مبادئ تاع دينهم. كيفاش يطبقوهم؟ اسكو يستناو الضوء الاخضر ولا يستناو من باريس للناس اللي راهم منورين ويعارفين واللي عندهم التوريفال وربما اللي عندهم السيارات كما قالوا ملاح شباب يقولون كيفاش نطبقوا، ولا احنا ثاني محتاجين نديروا مراجعه؟ كاسور انا متفق باللي معاك باللي انه اسلام السعوديه مش اسلام الجزائري، وانا مش مستعد نطبق الاسلام السعودي في الجزائر. محتاجين تبقوا إسلام جزائري متفتح، إسلام تاع جدودنا تاني اللي كانوا متحرين، كانوا منفتحين وكانوا ما مش معقدين. وتاني أنا نظن مواضيع عادية تجاوزناها،
لانه بناتنا المراه الجزائريه في الجزائر راهي تخدم، راهي عندها راهي متحره تسوق السياره، راهي عندها تقريبا مناصب في كل الادارات وفي كل المؤسسات، راهي تشارك في الاحزاب، تشارك في السياسه في الاعلام. احنا وصلنا لهذه النقطه بسبب قضيه التسعينات في الحراك، قضيه محمد خواني تارك في العديد من المرات تكلمت على الورشات، الورشات اللي كانت غايبه جدا بسبب لسبب ولا لاخر، يعني عده اسباب ادت الى انه ما استخدمناش حقيقه كل الاوراق اللي كانت بحوزتنا احنا كحراكيين. احد هذه الاوراق هي قضيه تبحيرين، قضيه تبحيرين اللي كانوا قادرين على سبيل المثال خاوتنا في المهجر يضغطوا بها على سواء السلطات الفرنسيه، على ليجينيرو، على كل من كان له علاقه بالموضوع، اللي لحد الان ما زلنا ما استخدمناهاش كما ينبغي. محمد و جو بونس بلي هذا يصب في السياق اللي كان يحكي عليه خونا محمد اون ديزون بلي ايفيكتيفمون يعني on ne peut pas griller les étapes. يعني الجزائريين دروك ils ont dépassé les clivages اللي كانوا بيناتهم، ils ont dépassé هاد les implosions que voulait à tout prix intégrer le système au sein de notre façon de faire cette lutte. Maintenant on s'aperçoit que effectivement se restreindre à marcher, manifester, vendre dire, on a dû inventer un verbe qui n'existait pas jusqu'à avant le Hirak. Bien, maintenant il ne s'agit plus de vendre dire. Vendre dire ne suffit plus. Il faut donc se structurer et se structurer sur tous les plans. Se structurer pour contrecarrer et dévoiler les points névralgiques. وين نقدروا حقيقة نبنيو مفهوم التوازن. شوف دون نيمبورت كل نيغوسياسيون سور كل باز جو بي نيغوسي معاك حبابك سي انت tu n'arrives pas à rétablir l'équilibre qui m'impose à ce que نريح ونسمع لك باسكو انت aussi عندك دي بوين دو بريسيون. Maintenant il faut aussi que on arrive à ce niveau وين en tant que Hirak, on nie aussi nos points de pression. Parmi les points de pression sur lesquels toute la constituante internidam, دون استثناء, اللي قتل واللي شرع واللي كتب واللي كذب واللي مشى واللي طلع واللي هبط واللي دفن واللي اختطف واللي عذب, كلهم متفقون على شيء واحد وهي كتمان حقيقة التسعينات. حتى الإسلاميين الذين يعلمون أن عندهم يد في الجرائم التي اقترفت ضد شعب آزل. صا إلا كان صا سيبا ان بوان نيفرالجيك اكستراوردينار يوم بلس اون ا ديجا ماشي لو تراواي بور نو. الحمد لله أنه كانوا كاينين جزائريين واللي كانت عندهم بعد في النظر في الوقت اللي كانت الناس لا هي غير في الدم للركبة, هما كانوا ديجا إزاريبي أسو بروشتي 20-30 طن وخدموا أن تراوي دو ميموار إكسترا أوردينار جازاهم الله عنا خير الجزاء. إبيان إلي طن دروك دو ديبوسيري هاد تراوي لي تيمونياج كي أونت إيتي إيفكتوي. إلي طن دروك أوني كوميسيون qui est une commission, j'allais dire, légale, une commission dans le domaine du droit international, du droit pénal, etc., qui prend en charge, qui nous donne des recommandations. Tu vois, nous, je me dis, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui relève du possible, qu'est-ce qui ne relève pas du possible, est-ce qu'il y a prescription, il n'y a pas prescription, etc., etc. Ou le jamil, fait l'amour, il y a un truc, il y a un dernièrement, parce que Ness, ça y est, elle a plus d'assurance. Elle a une paix psychologique, on en chauffe, ta'aqub, comment ça, shahadat. Ta'aqub, shahadat, Ness, les ta'adbou, fil fatra hadik, il y a eu l'invitation qui a été faite par l'Arbe Zetot, il y a eu aussi le bonhomme qui était en Suisse, etc. Et ça va continuer. Et il suffit que t'es har moi. عرم واحد برك صنم واحد اللي اون سورابيل را توجور دو لا مناس اللي دارها نزار السيجينيرو باسكو لي الى كومبري بلي سيليا ان بوين كومون
sur lesquels il peut les toucher, ce sont les crimes contre l'humanité. Eh bien, on peut déjà commencer à travers cet atelier pour en constituer un atelier référence, j'allais dire. Parce qu'il ne suffit d'un seul point de réussite. Pour faire du copier-coller, il n'y a pas de souci. Pour dire que les Algériens de différentes idéologies, de différents buts, peuvent travailler ensemble, peuvent avoir des résultats ensemble, peuvent impacter ce mouvement et cette révolution ensemble, peuvent à tout prix commencer à mettre les assises de Dawla al-Madaniya kama natasawwaruha, démocratie al-Jazairiya kama natasawwaruha. Bas. Mohamed Ben Issa. Et on continuera de toutes les façons dans ce sens, parce que, bon, Ibrahim Khouya, les choses, elles sont faciles à dire. Mais ça, de là, à les mettre en place. Un gouffre, les deux. Mohamed Ben Issa, qu'est-ce qui empêche la construction des ateliers qui sont en train de Mohamed? Vous êtes en train يعني ما شاء الله عليكم فيكم محامين فيكم أطباء فيكم متقفين فيكم دي ميوزيسيان فيكم الناس اللي داروا دي فورماسيون في الإنتاج دي كاميرامان الناس اللي عندهم كل شرائح راهم كاينين في باريس ولا في غير باريس يعني بالخصوص أنا نتكلم على ساحة الجمهورية لأنها بقات أحد القلاع اللي ما زالت صامدة في الحراك وكما راه يقول محمد خواني يعني حتى عدم خروج المسيرات في الوقت مؤخرا ولا حافز خلانا ندخلوا في الديبا يعني اذا ما قومناش شجره ما دامها صغيره وقتاش نقوموها اذا عصات ولات كبيره دروك نتوما عندكم حقوقيين الله يبارك عندكم ناس لكن بالرغم من هذا خليتوا باش تخدموا على الورشات وكل واحد فيكم شد ميكرو كل واحد فيكم دار اغورا وبدا يعيط هل هذا هو كان السبب أنه محمد بن عيسى تخلى على لاغورا تاع بينا؟ حنايا شوف لاغورا تاع بينا وقفناها تقريبا عندنا سنة لأنه فهمنا بعد عامين تاع الحراك أنه الوقت اللي عندناها الفترة تاع الكلام بين الجزائريين وبين خاصة الجزائريين بين الناس المقتنعين لأنه اللي كانوا يجونا ساحة الجمهورية يا أخو إبراهيم الناس كانوا مقتنعين بالحراك معناها كانوا ناس نعرفوهم ولينا أصلا نعرفوا بعضانا معنا. بعد سنتين هذه من الضغط نشاركوا معنا كنا مع الشعب في الداخل شعبنا في الداخل كنا احنا رانا البورتوفوا تاعو احنا نحملوا صوته في الخارج لكن بعد هذه العامين وبعد ما النظام حط معناها كل الاوراق تاعو واتضحت الصوره انه هذا النظام مش حاب يغير ومش حاب يتناقش مع الشعب ومش حاب يتحاور مع الشعب ومش حاب اصلا يشارك الشعب في اي شيء فهمنا باللي الوقت راح يدوم راح يطول الحراك راح يطول ابقاش قضيه شهر وشهرين وجات مرحله اللي راك تتكلم عليها الان مرحله بناء لو فرون كومون وجات مرحله بناء الجبهه الحقيقيه اللي راح تنقل فكر وتتحمل وتهز فكره التغيير لانه فكره التغيير ما تهزهاش بالميكروفون وبين مارش درتي مارش وجاو فيها 20,000 مبروك عليك ودرتي فيها 30,000 ودرنا حتى وصلت 40,000 مليحة ساحة الجمهورية تعمرها من طرف لطرف فيها 2,000 إنسان حاضر جيد هل راح نغير الواقع الجزائري بهالطريق؟ لا الواقع الجزائري يتغير كي تعود عندك دياسبورا منظمة عندك جالية منظمة باش تكون الجالية منظمة لازم كما رانا كنا نتكلموا قبيلة ديجا لازم الجالية هذه تنحي تولي مالونتونجو اللي بيناتها مواضيع اللي ربما فيها الشك وفيها اختلاف وفيها كما نقولوا حنايا حساسيات لازم تطرح ولازم يتم فيها النقاش ولازم يتم فيها القبول والضمانات اللي كنا نتكلموا عليها ونتفقوا على السنوات المقبلة كيفاش راح يكون مسار التغيير في الجزائر لأنه ما تنساش باللي الآن شعبنا في الداخل قريبا نقولوها بصراحة ربما موضوع نتناقشوا فيه من بعد حتى هذا نقدر نقولوا بلي الشعب الجزائري رمال منشفة في الداخل لأسباب كثيرة رمال منشفة للضغط الرهيب القمع الرهيب واللي هو الشيء الآخر اللي هو الألواد لا ناتور قانون الطبيعة الشعب ما يقدرش يناضل 3 سنين وهو يخرج وهو يتضغط عليه وهو عنها يتمنع من الخدمة واحد عنده زوج أولاد واحد عنده عائلة الناس كل ما تخرج لبرا وتهرب وتغامر
وانها ابراهيم انت الامارات تقدر تتكلم عليها اكثر من اي واحد فينا، انه يخلي حياته كامله ويروح للمجهول، اغلب الشعب مش قادر يديرها. معناها النظام مش دار، وهي معناها سلمم سيناريو اللي دار بارتو، معناها يرفع في الفاتوره تاع النظام. حاب تناضل، حاب تغير الجزائر، سافا تكوتي شير وتبدل اسوا تشوفا بايي لو بري. هذا الشيء خلى انه الشعب دخل الدار، ماهيش بسبب كاين الناس يقول لك وي بسبب النزاعات النزاعات. اي ديمقراطي، اي انسان مقتنع بانه الشيء اللي يديروا فيه هو عمل سياسي، يفهم باللي السياسه مبنيه على الاختلاف. مستحيل نكونوا متفقين على الشيء، مستحيل. وما صرات في حتى في حتى مكان، ولا كان مختلفين اصبحنا فاشيه ديكتاتوريه. بالعكس نخافوا من هذه الوحده اللي بهذه الطريقه. دونك المرحله هذه يا اخويا ابراهيم، مادام الشعب دخل داره وراهو في مرحله تاع كيما نقولوا حنايا تساؤلات، ربما كيما نقولوا راهي الهدوء اللي يسبق العاصفه، ممكن نقولوه كذلك، نقولوا استراحه محارب، قولها كيما تحب. انا نظن باللي جاء وقت تاع النقاشات الهادئه من دوار، معناها خارج ساحه الجمهوريه، وخارج اليوتيوب، وخارج معناها الصراعات هذيك تاع اللي في الاول اللي كانت، اللي ما كناش ما نعرفوش بعضنا كثير، ما كناش نعرفوا بعضهم، كانت دي بي. كانت الان لازم كل واحد يحط كما نقولوا احنا رجليه في الماء، ويتكلم مع الاخر المختلف عليه من اجل انجاح هذا المسار، لانه ما كانش طريق واحد اخر. احنا كي نقول انت تكون انت في بلاصه مغلوقه عليك وعندك غير باب واحد تخرج منه، وتخرج اليوتيوب وين مثلا؟ محمد انا راح نجيك نلقى قلت لي وين مثلا، يعني قلت خارج ساحه الجمهوريه، خارج اليوتيوب، خارج لانه شوف ما تنساش، انا الاشكال اللي وقعنا فيه في الحراك، يعني من بين ازمات الحراك، انه نضال اليوتيوب اصبح هو النضال الاساسي في الحراك، وهذه من بين المشاكل اللي عشناها. لانه سفري العالم تبدل، الريزو سوسيو غيروا طرق النضال، ولكن ايزون بوزي دوتغ ديفيكولتي، معناها عطاونا اشكالات اخرى اللي ما كناش نعرفوها قبل. قبل كان النضال يتم من خلال التجمعات والاجتماعات والعمل المنظم والهيكله، ونديروا تنظيم ونخدموا مع بعض ونتفقوا على برنامج، ونديروا فروع، فرع في باتنا، فرع ونشتغلوا. الان اصبح متشتت ومود غيزو، رانا شبكه، وابراهيم من يناضل عنده المتتبعين تاعو، يتكلم معاهم في الفيسبوك ويتكلم معاهم في اليوتيوب، يدير 200,000 فيو وراه فرحان، ومحمد راه كيف كيف. اصبحنا كشغل دي زيليمون هكذا متبعطرين متناثرين، وكل واحد لي ريزو سوسيو خلاوه يحس روحه مناضل، مناضل كبير ثاني، ما يحتاجش يروح يتكلم مع محمد خواني. يعني يقول لك انا يعني عندي 400,000 متابع، انا واش ندير بك محمد خواني؟ انت شحال عندك؟ عندك 20 برك يا ولدي. انا كبير عليك، انا مناضل كبير عليك. ليغو مشكله كبيره محمد، ماشي غير لا ليغو طريقه النضال. واش ليغو؟ مين جا ليغو؟ ليغو جا من نمبر دو في والامور هذه، اللي انه اصلا حتى وصلت شوفها السذاجه تاع بعض الناس، يقارنوا ان يوتيوبر في الجزائر، يوتيوبر الجيريا، مع رئيس فرنسي. يقول لك شوف الرئيس الفرنسي دار لايف فيه 5,000 متتابع على المباشر، وهذاك اليوتيوبر دار لايف عنده 80,000. انا اشوف وصلت السذاجه تاع بعض النشطاء في الحراك وبعض مع الثاني، انه ما نفهموش باللي هذاك رئيس دوله وعنده مستشارين وعنده حزب وعنده تكوين معين وعنده خطه عمل. انت يا اللي عندك 20 معناها 400,000 متتبع، واش راك تبني في الميدان؟ في تحالفات، في تنسيق، في استراتيجيه قريبه بعيد المدى من اجل تحقيق ما اهدافك؟ ما كانش. نهار اللي تقول له تعال نجلسوا في الطاويله، يقول لك شكون كاين في الطاويله؟ نو مادام ما كانش بوالور انا ما نجيش. اوكي اخويا خدم وحدك، دير حاجه، دير ان كوليكتيف، دير حاجه. نو تو تورن اوتور دو لا بيرسون، معناها كل شيء يبقى يدور وراء شخصه. الشيء اللي خلى هذه الشخصانيه تبان ياسر اخويا ابراهيم هو النضال اليوتيوب. الناس ما بقاش تقدر تقعد مع محمد خواني وابراهيم دواجي في طاوله وتصرى نقاشات وبعدين نفصلوها ونتفقوا ونمشيو. لا لازم يا تمشيو معايا يا ما نمشيش. هذه اكتشفناها مالوروزمون في نضالنا في الحراك مع الجزائريين حتى، معناها وليت تشوفوا الاسم تاعو يخلعك، تشوف الاسم تقول هذا ده فلان. مي
ضعف التكوين السياسي، لأنه يعني قبل الحراك ما كانش أحزاب تكون في الجزائر، وأغلبنا ما كانش يتبع السياسة. يقول لك شنو ندير بالسياسة؟ أنا سياسة تاع شو اسمه تاع طليبة وتاع عباس هذاك تاعنا وتاع يحيى، والسياسة ما أنا كرهونا في السياسة، ولات واحد ما مش متقفين. ألوركو السياسة كان لخصوها في مصطلح واحد، هي لا كاباسيتي أفير دي كونفيرجونس. ما عندكش القدرة أنك تدير توافقات تخرج من السياسة، ما تقدرش تدير سياسة من غير توافقات. وحنا وش صار في أوروبا كاملة توافقات، حتى الأحزاب السياسية كيفاش شكلت؟ شكلت بتوافقات. لا غوش الآن في فرنسا في العالم السيكلاتي بسكو راح توافق بيناتها من داخل، خارج الحزب مع الأحزاب الأخرى كل ما تديرش توافقات ما كانش أي عمل سياسي ممكن. حنا في الحراك الآن ثقافة التوافقات، يلا تروحوا نخدموا مع بعضنا في الشيء المتفقين فيه، اللي هو دولة المدنية، دولة العدل والقانون، العسكر خارج السياسة، الحرية قبل كل شيء. نعم مبدأ الحرية حتى في الدين تاعنا، الناس اللي يقولوا احنا إسلاميين، الحرية جات قبل كل شيء، الحرية جات قبل أي شيء. ونقدروا ندخلوا في الموضوع هذايا ونهضروا فيه كما تحب بالآيات وبالأحاديث، يعني الحرية جات قبل الحوايج الأخرين. حر أنا نعبد وش نحب، حتى قالك ما كانش إكرام، من شاء في اليوم ومن شاء في اليكفر. يا وقالك باش نقول هذيك إخراجكم من عبادة العباد إلى أنا، ما أنا جي أنا حر، أعطيني حريتي وخليني ندبر راسي. هل نتفقوا على الأمور هذه؟ أنا نظن باللي راح نوصلوا الحاجة. ولكن الآن ما نلومش، ما نلوم إبراهيم، ما نلوم محمد، ما نلوم محمد خواني. شبونس كو ما كانش عندنا الفرصة قبل الثلاث سنين هذوما، ما كانش عندنا، ربما كان عندنا وعي معناها بمستويات مختلفة بينات ناس النورمال وهذه، كل واحد وتكوين وكل واحد وش قرا وش دار وش خالط. الضربة هذه تاع الحراك تاع كنا شعب كامل خرج، وجاتنا الفرصة باش نقلبوا الطاولة، والآن ما قلبناش الطاولة، سافا نو فيغ ترافاي، راح تخلينا نفكروا، وراح تكون من بين الإيجابيات تاع نقولوا كيفاش نسميوها، عم نقولوا عندي ياخذ ديما زيبيزل، اسكو فشل، اسكو تعطر، اسكو مانيش عارف. الحراك في المرحله هذه نقدر نقولوا الحراك راه متعطر، يراه شويه يتاتون، ماهوش عارف كيفاش يلقى الطريق تاعو. شوف pour continuer بالك انا جو لانتربريت اوترومون اي بور اون فوا تيان انا كي سوي بيسيميست يعني دروك جو سوي ان تران دو دوني ان اوتر بوين دو فيو ان اوبتيميست ني والله غير سا سي تيلي je pense باللي il y a une forme de différence à faire ما بين l'intelligence individuelle ou l'intelligence collective. Ou cette intelligence individuelle, effectivement, on peut la retrouver à tous les niveaux. Par contre, l'intelligence collective, c'est un travail de très très longue haleine. Elle devient même une forme d'héritage générationnel qui ne fait que mûrir. L'Européen maintenant, il n'a pas besoin de se poser ce type de questions. L'intelligence collective, elle fait partie de sa vie, elle fait partie de son éducation, elle fait partie de ses pratiques, elle fait partie de son comportement le plus normalement du monde. Mohamed, parce qu'elle est incarnée par les institutions de l'État, c'est pour ça qu'elle est là. Tout à fait. Donc l'environnement, en fin de compte, l'Européen n'a pas besoin d'aller réfléchir pour lui. Au contraire, ne pas travailler dans un cadre structuré et dans un cadre de respect de loi, de respect de liberté, c'est ça ce qui est anormal. Pour lui, c'est inconcevable, impossible. Au contraire, le bonhomme qui agit de la sorte, il sort du lot. Alors que nous, chez nous, c'est plutôt l'inverse. Le bonhomme qui appelle à ça, c'est lui qui sort du lot. Bon, mais je reste très, très, très optimiste. Parce que s'il y a une chose qu'on doit à tout prix reconnaître à cette révolution, c'est sa composante humaine. C'est son niveau d'intégrité. Et ça, malheureusement, Ce système qui a duré pendant 60 ans, s'il y a une seule chose sur laquelle il a échoué, c'est qu'il n'a aucune intégrité. Et de par là même, il ne peut être servi que par des incompétents, que par des gens qui n'ont aucune morale, quel que soit ce type de la morale. Ils n'ont aucune valeur à défendre.
لا سول فالور سي لو رزان تيستا خبزه الجستيفيتو نضربك راني خالص اخويا الله غالب قالوا لي نضربك نضربك نعذبك انا غير قالوا لي انا غير عبد المأمور تمشي تسجن مرا مولات 65 عام الا يعني تتروف لو بريتاكس دو دير كو نو سي تان بولو كو جو ان تران داكومبلير alors que l'animal refuse ce type de boulot. Donc, je pense qu'il faut donner le temps au temps. Qu'est-ce qui m'aurait donné un espoir, un de ces jours, de pouvoir m'asseoir haka avec un Mohamed Ben Issa, par exemple, de discuter à cœur ouvert et de voir que le nombre de convergences que nous avons, mais il est extraordinaire. Il est, d'ailleurs, c'est à peine si je ne me pose pas la question, mais en fin de compte, elles sont où les divergences? Entre Algériens, elles sont où? Quoi? Yani, les divergences de Paris Nadrouk, on va les trouver là où elles n'existent pas. C'est là où tu as le char. On va faire de ça une divergence. Elles sont où les, même ceux qui prétendent qu'il y a, mais il n'y a pas de divergence. Au contraire. Justement, Mohamed, on a rejeté un sujet sur le sujet. Voilà. Si, il y a une divergence. Il y a une divergence, حقيقةً. Ou 90s, دارت كما نقولوا حنا une tragédie بيناتنا. انا ما تقدرش تقول لي ما كانش استدير انا واش انا انت لكن انت في راسك تؤمن باللي انت راك راح تطبق مشروع سياسي عنده علاقه بدين وراح تفرضوا عليا وانا نحس انه لا انا نشوف باللي لازمني نتبع النموذج الاوروبي اللي راهم ناجحين الان نتبع شكون نتبعكم انتما العرب والمسلمين واش راكم دايرين ما مدايرين والو راكم تبيعوا في البترول كيفكم كيف السعوديه كيف الامارات المليحه فيكم الامارات دارت شويه و كلكو تريك توريستيك مي كلكم راكم كيف كيف هو تاع السعوديه قاتل البارح 81 واحد دار له الاعدام دونك انا كاين جزء من الشعب الجزائري كي غوتورني راه يشوف جهه لوروب راهو بالنسبه ليه لي موديل دو ريوسيت سي لوروب وكي يقول لك الموديل دو ريوسيت تاع لوروب معناها كامل ثقافيا سياسيا كل شيء هادم راهم عايشين معنا وكانوا عايشين معنا من التسعينات احنا في السبعينات وقت بومدين ومتواجدين في كل سوسيتي يقول راح شوف في تونس واش صار في مصر واش صار موجود في كل مكان هادم راهم شركاء معنا في الجزائر احنا يا اما نغطيو الشيء هدايا حتى انه النظام يستثمر فيها واستثمر فيها في التسعينات هذا للاسف ولاو بسبب اخطاء وبسبب واش صار في التسعينات ولاو بعض العلمانيين والمفاعلين فيه راهم حلفاء تاع النظام راهم قلت لك مؤخرا داروها في تونس العلمانيين في تونس مو البروغريسيست وقفوا مع قيس سعيد ومن بعد الان ندموا الان مؤخرا بعد ما شافوا بلي السيد راهو عقليا ماهوش مليح بلي راه ديكتاتور بلي راهو 11 سنه تاع انا مسار ديمقراطي مجلس تاسيسي ضربها في الصفر انا العقل ما يقدرش يسمح يدير لك عقلك يدير لك ايرور كيف 11 سنه وانت تخدم توافقات سياسيه داروا دستور احسن يسميوه من احسن الدساتير المتواجده في المنطقه العربيه هذه الدستور التونسي الان اللي فيها النيكيليبر فيه ضمن حقوق المراه وضمن كانت الدين وضمن العداله والمساواه بين الرجل والمراه كان مليح وضمن الحريه جاء سي قيس سعيد ضربه في الصفر خاوتك العلمانيين اللي في تونس اللي يسميوه نفسهم علمانيين وقفوا مع هذا القيس سعيد انهم ورغم انهم كانوا مشاركين في المجلس التاسيسي كانوا مشاركين في مجلس تأسيسي وتعبوا 11 سنة للأسف بسبب أخطاء النهضة يقولوها بسبب الموضوع هذا مازال ما تفراش للأسف النهضة عاودة تكررت نفس تجاربها تاع 30 سنة الخلط بين الدين والسياسة غنوشي رئيس حزب إسلامي أصبح رئيس تاع برلمان يا أخي عيطوا لك الشيخ وعمره 87 سنة هذه الأمور أعطت أنكور فرصة العلمانيين رغم أنه مفروض هذه ماشي أنا بالنسبة لي راهم مخطئين معناها ما تقدرش المبادئ هي مبادئ أنا مستحيل ننقلب على مبادئ لكنك ديمقراطي أنا ما نمشيش مع العسكر ولا مع الديكتاتور لأنه محمد ما عندهش شعر بين قوسين اسمح لي أنا محمد علماني ولا مستحيل لازم يكون عندك مبدأ وتكون ثابت على هذا المبدأ ابراهيم اسمح لي لا معليش انت خرجت لنا شويه جست فور ريكتيفيكاتيف ابراهيم علاش قلت لك اليوم جو بي جوي او بروفوكاتور
J'ai insisté sur le fait qu'il n'y a pas de divergence. Parce qu'en fin de compte, même l'environnement dans lequel nous sommes en train d'évoluer, le fait d'avoir des divergences, c'est considérer que déjà, nous sommes dans une ère de liberté et nous sommes en train d'exercer notre droit à la divergence, notre droit à la diversité. Alors que ce qui serait logique de comprendre, c'est que même cette ère ne nous est pas fournie. يعني ببقاء هذا النظام ايا كان معتقدك ايا كانت عقيدتك ايا كانت ايديولوجياتك افكارك ابداعاتك ما عندهاش سبيل للظهور محتوم محكوم عليها بالاعدام قبل بروزها ولهذا كومو دو اكسبتي ان انفيرونمون باري اي اوبليي ليتات دي ليو بور فينير se projeter dans un futur qui n'existe pas encore. Se projeter dans un cadre où de dire que tiens, redouane tel ou qu'elle te dit, redouane tel ou qu'elle te dit, comment es-tu, tu peux arriver déjà à te situer à ce niveau-là? Il est quand tu n'arrives pas à te situer dans ton propre présent, de trouver une raison à ton existence, à ta lutte, à la manière de défendre tes convictions, etc. etc. Comment? سي صاش كي ايتو هو يقول لك ما تجيش تكلحونا كما كلحتونا قبل كاين اللي يقولها يقول لك لا لازم نتفقوا على كل شيء وي سي بوركو جي لي ريبون لور ديزون بلي او فات بار ريزونمون بار لابسورد سي سيت كيسيون كي لا با ليو ديكزيستي سيت كيسيون il faudrait déjà qu'elle ait des conditions sine qua non qui lui permettent de d'exister ce qui n'est pas le cas aslan يعني دروك انت لو بوفوار اي دي اونطران دو سريغال انا وياك رانا متقاولو كانوا وكانوا ويا ليسي كومون كونتينيو ا بروستي كوم سي فوز افي غارونتي ان بريزون بور فو بروستي دون الفوتور لا شابو وي ابراهيم كيس كي لا ليو ا فير محمد دروك ها كيس كي يا ليو ا فير maintenant دروك واش هو الحل لي باش يعاود الحراك مش مشروط لأنه الحراك يخرج بمسيرته بالقوة اللي كان عليها وإنما أقل واجب هو أنه الجالية تستمر في حمل مشعل رسالة خوتنا اللي راهم في السجون هنا إذا حضر الماء بطل التيمم خلي كم ساش بي بوفوار مانسبيري بور ريبوندر لا كيستيون محمد خويا فاسي انا ديك الساعه كبرت بيا اخويا محمد اللي راك نفختني بزاف وراني ياك تعرف تنفخني نعود ديكتاتور جوستومون راني انا جني با لابيتود نفخ دونك راه عندي وار ريزيروار ولا بريسيون لا هو شوف ابراهيم سؤالك كبير مي وكبير بزاف ثاني واش لازمنا نديرو انا تبان لي ديجا لازم نشخصه احنا الان الشيء اللي نديرو فيه من الصباح تقريبا هو التشخيص واش صرالنا واش ما صرالناش تحت الجمهوريه البلاد الاختلافات الموجوده راهو التشخيص واش لازمنا نديرو لازمنا في المرحله المقبله هذه ما نربطوش روحنا بالمسيرات معنى انه كاين ناس فهموا باللي الحراك هو خروج في بالاحد وفي تحت الجمهوريه لانه نعطيك باش تضحكوا ثاني كاين بعض الحراكيين عندنا في باريس بالنسبه ليه يدير الحراك كي يهبط لتحت الجمهوريه ويهز الميكرو ويحضر يروح فرحان يقول لك صاي درت الحراك تاعي شوف كيفاش وصلنا في فهمنا في الروتين للحراك في انه مونا بابخي لا اوتور كما يقول لك ما الروتين يهلك في البلاد نفس الشيء كان واقع محمد اسمح لي نقطعك يعني شفت انا دائما في اغلب الاحيان نفس الاشخاص يرفدوا الميكرو يعني بالرغم من انه تلاقيت انا وياك بشخص انجينير ديتا لك عقل عليه في اوبيرفيليه كان ما شاء الله قمه يعني إنسان متمكن واللي قادر يقدم كثير هل الخجل تاع بعض الناس اللي خلى الناس واخد أخرين يتدهروا ولا والله ما فهمت حقيقة كيفاش تشخص هذا الشيء كيفاش دائما نفس الأشخاص يحملوا الميكرو لازم يدير الرسالة تاعه ويجي محضر روحه بصح لو كان تجي تقول له روح نديروا ورشة روح نخدموا على حاجة نخدموا على حاجة حقوقية نخدموا على رسالة معينة أنا شفت شخص واحد محمد في مدريد وراح نبقى دائما نتذكر هذا الشخص أن إتيديون وفي نفس الوقت مناضل من أجل حقوق الحيوانات حكم تلفزيون ومعه باتري
وراح البلاصة ديال سول هذه معروفة في 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 مدريد، وقف تما والسواح رايحين وجايين قاعد يوري في الصور تاع يدير في الفيديو يبين الحيوانات اللي تتأثر واللي ترى لها يعني دي كيفاش يقول لك مخلفات تاع التجارب تاع الماكياج. الناس واقفة تتفرج، شخص واحد فقط راه في التلفزيون. احنا رانا بالالاف ما شاء الله ماناش قادرين نديروا فكره كيفاش نوروا الفرنسيين واش راه صاري في الجزائر. خاوتنا كيفاش راه منضربوا، الاعتقالات، التجاوزات الجنسيه في بعض الاحيان، الفيديوهات ماناش قادرين حتى نوثقوا، ماناش قادرين حتى يعني المنظمات الحقوقيه راهي ساكته، وحنا كجزائريين ايضا رانا ساكتين. هذا دوركم محمد ودورنا جميعا يعني كجزائريين مقيمين في الخارج، هو انه نوصلوا صوت اللي واش راه صاري في البلاد. الوضع الحقوقي في الجزائر كارثي للاسف، ما ناش قدر المسؤوليه وما تقناش نوصلوه للزينستونس انترناسيونال. خويا ابراهيم شوف السؤال تاعك تاع علاش ديما نفس الناس يهزوا وهم اللي يتكلموا مثلا في الجمهوريه ولا كاين من بين، كان هذا من بين الاسباب اللي خلتنا نوقفوا الاغورا. احنا كي كنا نشتغلوا حنايا في تاربونا ولاغورا كان الطريقه تاعنا كانت تقريبا مختلفه على الجميع في البدايه، ومن بعد بوكو انا كثير خداو هذا المنطق. احنا كنا ما عندناش اون ليست قال تجي فلان تكلم، لا كان الهدف انه ساعات نحطوا واحد ولا اثنين يتكلموا ويفتحوا الموضوع، ولكن نطلبوا من 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 الحضور انه يعطينا رايه، يجي يعطينا فكره، يجي يقترح علينا اقتراح. وكثير ناس ما نذكرش الاسماء الان وربما تتلاقى بهم، اول مره يتكلموا كانوا يتكلموا عندنا احنا وكانوا يقولوها اول مره يعطوني لا بارول كان في مكان، لانه باش انت كان انا باش نذكر ونذكروا الناس اللي تبعوا فينا، كانت انك تمد للميكرو الفلان باش يتكلم لازم تكون تعرفه ولازم تكون جون سي با كوا، كان نوع من هذا واحد الطريقه شيء واحد الحساسيات. احنا كنا منفتحين وكان الناس اكتشفناهم هكذا. الروتين هذا اللي وقعنا فيه في الحراك تاع بروندغ لا بارول اي بارلي انتر نو ونتكلموا تقريبا ولاد الى حد معين نفس المواضيع متكرره، خلى ناس كثيره يا خويا ابراهيم تمل وتمشي. ونزيد لك حاجه اخرى، كاين ناس لانها اصبحت عندها علاقه مع الميكروفون مع لا بريز دو بارول مالادي، انا فريمون مرضيه، علاقه مرضيه ويسون اكسيتي. واش خلى الناس الهادئين، الناس الرزان متقفين القاريين، الناس اللي والله لا عندهم معناها الله يبارك تسمع له تقول هذا يا وحده مدرسه، هذا كتلقاه دائما يجبد على الطرف، يعودوا لي زاجيتاتور، يعودوا الناس اللي كلون، ولا يعودوا الناس كما نقولوا حنايا لي فيولون، ولا الناس اللي هما اللي سيطروا على لا بلاس بيبليك. الناس القاريين الناس الهادئين تلقاه يتوخر شويه السمانه الجايه، يزيد يتوخر شويه لورا السمانه الثالثه ما يجيش اصلا. هذا الواقع شوف فيها سلبيه من عند الاشخاص، يعني حتى لما على سبيل المثال ماشي غير في لا بلاس لا ريبوبليك كما قلت حتى في اليوتيوب ولا حتى في لي ريزو سوسيو، لما يولي اي شخص قالها محمد خواني في العيد المناسبات لازم تكون تتفرج العربي زيتوت على في الليل، ولازم تقول على سبيل المثال حي الله الأحرار، وانت وليت مناضل. هاد ليتيكات تاع الحر، ايضا الدبلوم تاع حر، تاع حر من الأحرار وخد اخر ما هوش حر، مشكل كبير. يعني هل سلبية الناس اللي مشي راهم اللي من المفروض انهم هم يقدموا الحلول، الناس اللي انتيلكتوال، الناس اللي عندهم وعي سياسي، اللي عندهم تجربة، اللي عندهم خبرة، اللي قادرين يمد في أي مجال، حتى المغني قادر يمد في الأغنية الهادفة اللي توصل صوت المعتقلين، الموسيسيان كما قلت لك الحقوقي، الطبيب أيضا، كل واحد عنده يمد واش يمد في المجال نتاعه. شوف أخويا إبراهيم قبيلة تكلمنا على واقعنا وما زادكم تتكلموا فيه، بس لازم نذكروا شيء مهم وأساسي ثاني، ما نديروش كيما أخونا ما يسا أخونا نقولوا أخونا رشيد نكياز الله يهديه نقولوا بشطحاته، عنده شطحات أخونا رشيد، كل مرة يخرج لك بخرجة يخليك الآن هو وغيره رام يقول لك باللي الحراك راه فاشل والحراك راه عنده صعوبات بسبب الحراكيين وبسبب المعارضة، وينسى المعارضة والحراكيين راهم دونك لانفيرونمون. احنا وين عايشين؟ احنا في السويد، احنا
ابراهيم دواجي في السويد، محمد خواني في السويد، ولا في الجزائر؟ نرانا في الجزائر. وكيقول لك حتى في فرنسا الحراك بتاع فرنسا راهو تابع للجزائر، وش صرا احنا نتاثروا بالجزائر مباشره، وش حدث تما وعنها لي مانوفر، اغلبهم يجيو هنا يجربوهم هنا ومن بعد يبعثوهم للبلاد. معناها كاين ثوره مضاده رهيبه، كاين قمع رهيب، كاين محاوله لتشتيت العمل الجماعي الجزائري بكل الوسائل. معناها الجزائري الحراكي اصبح كما يقولوا احنا يناضل ويجاهد، حتى المصطلح تخاف يقول لك انتم اسلاميين قولوا يجاهد، ويجتهد ضد قوانين الطبيعه اللي هما كي تعود تخدم مع جروب يا دي كونفلي يا ان روتين كي سانستال. معناها اللي هما اي جمعيه في العالم توقع فيها، شوف حتى لي جيلي جون، خذ واش صار في, 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 في البرتغال ولا في مش عارف في اي دوله، يبدا عمل تاع 3 4 من الناس تاع 20 من الناس، راح يدخل في نوع من التحديات اللي هي اجتماعيه كما بين توت لي سوسيتي. هذه احنا عايشينها في وسط الحراك، ولكن الشيء اللي عايشينه احنا زياده على الناس هذم، عندنا عصابه دير كل شيء من اجل التشتيت. معناها كلش مباح وكل الوسائل مباحه لها باش تكسر فلان، باش تكسر ابراهيم، باش تحط لك لي باتون دون لي رو. دونك ما تقدرش تقول لي بلي المعارضه ولا الحراك فشل بسبب المعارضه وتنسى وتغمد عينك وما تذكرش في نفس الجمله القمع والثوره المضاده اللي ما خلت حتى شيء جميل في هذا الحراك. معناها كي كان الشعب يخرج بالملايين بالورود، حطوا له الحجار في الليبوبال باش يكسر. انا ضد انه نقولوا انه الحراك فشل، لانه مادام كاين الجزائري اللي يخرج في الجزائر بالاعلام يرفضوه، مادام كاين الالاف المؤلفه من الشرطه بالزي المدني وغير بالزي الرسمي تجتاح اكبر المدن، مادام كاين 400 معتقل في السجون، مادام كاين فتحي غراس الان مازال في السجن بالرغم من انه رئيس حزب معتمد من عن طرف الدوله، انا ما نجمش نقول بانه الحراك فشل. فارس من باري يقول لك nous voulons une plateforme électronique pour élire les représentants du حراك. محمد تشوف فيها ممكن هذا الشيء، يعني انك تنتخب على اشخاص يمثلوا الحراك، بالخصوص انه في هذه الفتره بالذات هذه الاسبوعين الاخيرين، وكانه راني حاس ممكن تكونوا حاسين كما انا باللي كاين بعض الاشخاص خرجوا يتكلموا على لي نيغوسياسيون مفاوضات مع العسكر، انا عيطوا لي وانا قالوا لي وانا، وهذا الشيء اللي شفناه حتى في الفيديو كاريتي اللي دارها رشيد نكاس، بما انه ذكر رشيد نكاس محمد، وين قال بما انكم صاي خسرتوا فشلتوا ما خلونا احنا نخدم. شوف نظر فرار الا كان عنده اون فاصون دو فير سور ان بلون الكترونيك كي بيرمي à l'ensemble des Algériens, que ce soit la diaspora ou les gens à l'intérieur, de voter électroniquement, peut-être bien, pour élire des représentants, alors je suis partie prenante, il n'y a pas de souci. Dans le chèque, est-ce que nous avons besoin d'une représentation, nous avons besoin déjà d'asseoir les principes les rana qui valent d'asseoir un cadre commun de travail. Mais en fin de compte, nous avons besoin aussi de pour leur permettre justement cette plage de liberté Tout le monde n'a pas les moyens de le payer. Tout le monde n'a pas les moyens. Et c'est légitime. Ce n'est que humain. Et donc, il faut à tout prix qu'on essaye comment utiliser peut-être bien, même j'allais devenir chouïa fataliste quelque part, l'expression utilisée par Reda Malik, qu'il faut que la peur change de camp. Et la question qui se pose, est-ce que nous avons les moyens, nous aussi, d'exercer une pression sur ce pouvoir. Eh bien, je le dis haut et fort, oui, à condition que
nous dépassions nos clivages à condition que nous sortions de ce cadre de l'égocentrisme, de l'anéantissement de l'État, à condition que l'on puisse à tout prix fournir des plateformes de travail pour des spécialistes qui ne manquent pas, chacun dans son domaine. Qui m'a raconté, le musicien, l'économiste, le financier, le droit de l'hommiste, tout ce que vous voulez. Et là, ces gens-là, le but d'eux, mais ils disent quoi ? Ils font le micro à la place de la République pour t'expliquer l'opacité de l'économie algérienne. Non. Il va te donner des recommandations sur, dans un micro. Effectivement, c'est quelqu'un qui vient voir est-ce qu'il y a lieu à ce qu'il puisse donner quelque chose dans le brouhaha que nous sommes en train de fournir. Mais bien sûr que chaque fois, il va prendre un pas en arrière. Jusqu'à disparaître. C'est à nous maintenant de comprendre que nous avons aussi nos forces, nous avons aussi des points d'appui, nos potentialités, etc. On doit les recenser et on doit fournir les plateformes nécessaires, aussi bien sur le plan médiatique. Je trouve anormal que Khouya Mohamed Ben Issa ne vient pas tous les jours, lui aussi, à travers sa chaîne YouTube, tous les jours décortiquer un concept. Et il a assez de pédagogie pour pouvoir, yani, c'est là, c'est un tarif, c'est un tarif, اللي أني على بورتي دون أن نمبورت كان ألجيريا أنا يضلوا يعايروا فيها هدر بالعربية هدر بالعربية Malheureusement, il a été censuré في الحصة. Oui, écoute. بالرغم من أنها كانت إحدى أحسن الحصص. S'il y a une seule, ماشي إحدى أحسن. S'il y a une seule vidéo qui valait la peine d'être regardée dans cette foutaise de chaîne, c'est bien la vidéo qui les a regroupés. C'est أنا عبالك والله العظيم يلا je n'ai jamais dépassé 5 minutes. Dans tous les invités, les jabours, je n'ai pas dépassé 5 minutes. Pour une fois, je me suis régalé. Je l'ai écouté 5 fois de suite. Parce que j'avais le pressentiment d'avoir raté un volet de la discussion qu'il y avait entre les deux, qui étaient malgré le parasitage de Abdou Zammar. Yani, il a joué au parasite à un niveau, mais malgré ça, avec leur sagesse, c'est ce type de débat qui devrait à tout prix s'imposer au sein de la scène politique. C'est des débats qui en même temps fournissent des axes de réflexion, ne donne pas de réponse, ne donne pas de recette. Au contraire, responsabilise le citoyen. Font que le citoyen, si Mohamed, ça ne se passe pas comme ça. Tu as une part de responsabilité. أنا قلت واحدة من أحسن الحصص لأنه حتى الحصة اللي كان مع يحيى مخيوبة ومحاكم عداد كانت يعني في القمة ولكن الحقيقة واحدة من أحسن الحصص هي اللي فاتت البارح محمد ونحييه بالمناسبة الأخ محمد بكير اللي كان تاني على أوتر بصح جون فوا با محمد يعني هو كان عنده الجرأة أنه يدينونسي لسانسيور ممكن انت كانوا عندك دي زيكسبليكاسيون ممكن توضح لنا وتوضح الراي العام واش صرا حقيقه ولا تخليها بينك وبين لا نوضحوا هي صارت ان سونسور معناها نقولوا ما صارش سونسور نكذبوا على بعضنا معناها صارت ان سونسور اللي تفاجئنا منها وانا ربما اخويا محمد اخواني عبدو قام بدوره وما تنساش باللي الصحفي لازم له كي يدير اي نشاط خاصه كيما هذا كيما اخونا مثلا ما مدور يجي غير منه هو مفكر كيف ناوي يهضر احسن منا وانا مش هو صحفي انا وصحفي كذلك معناها ساعات كي دير دور تي اوبليجي دانكارني كيما يقولوا ديفوندر لو ديابل تجيب الراي اللي مش حاضر في اللقاء هذا وتخرجه للناس انا قالوا لي باللي سايتي سانسوري لانه ايزون بوزي دي موفيز كيستيون اسئله اللي طرحت كانت أسئلة غير موفة مش مليحة وأسئلة تضر بمعنويات الحرارة معناها أنا قلت لي اللي قال لي الكلام قلت له حتى ولو الأسئلة كانت خاطئة السؤال الكلام اللي يتقال هل الإجابات كانت صحيحة ولا لا أنا نظر الإجابات كانت صحيحة المهم كانت هناك نوع من السانسور
بعدين نعاود الفيديو عاود رجعت الان نقولوا مانيش عارف غيروا رايهم ما غيروش رايهم، ولكن حنا اللي نقولوه انه ما نقبلوش. احنا قلت لي ابراهيم علاش ما تكلمتيش، انا كنت ننتظر في الوقت المعين انه ما نزربش نتكلم في موضوع مادام انه يقدر يكون اشكال تقني. لا بصح لو كان ما تكلمش محمد باكر على سبيل المثال ما كناش راح نسمعوا القضيه اصلا. كاين الناس اللي شافوها وفات ضربوا لنا قالوا بالك بلي بصح يعني انا شوف الخواص الناس اللي قراب منا، الناس اللي قراب منا ابراهيم كانوا سامعين، انا الناس اللي نعرفوهم تكلموا معهم كانوا سامعين بلي كاين مشكل في النيميسيون نحاوها. علاش نحاوها؟ والمعلومه اللي جات اخر معلومه انها هي سانسور يا جماعه، سيتون اليرت معناها احنا هذه القناه اللي جات جديده في معناها في اطار الحراك عندها الدفتر تاع شروط. انت لا كان جيت تكلمني على الانتقال الديمقراطي ومحاربه الدكتاتوريه في الجزائر وكذا ودير لي ابشع من لوان تي في ولا من النهار، مستحيل اي حراكي يحط رجله عندك، مستحيل مستحيلات. واصلا راح نقولوها ونقولوها وما نخافوش، ولكن كما نقولوا حنايا شويه رزانه كما كان يقول خويا محمد، قلنا نروحوا نعطيو الهامش تاع الخطا. يا خويا بالك ابراهيم خطا، ما نزربش نحكم على ابراهيم، بالك كاين مشكل مانيش فاهمه، خلي الوقت شويه وراح نوصلوا لها. محمد الباكر مش كيما انا، كل واحد طريقته. محمد الباكر قال انا اتصل بيه قلت له محمد الباكر ها واش صار، قلت له ما نخبي عليك والو ها، وقال لك باللي البايور الناس اللي تمون في القناه قال لك باللي الكلام تاعكم ولا الاسئله ولا مانيش عارف ما كانش في المستوى. قال لي محمد بكير قال لي سي نيمبورت كوا، قال لي انا قلت له دير واش تحب خويا، ما انا ما نقول لك واش دير، لا انت حر. معنا محمد بكير قال احنا كنا ننتظروا جات فرصه معاك، وحنا اصلا حسيت نتكلموا فيها مره في فرصه اخرى حنقولوا باللي هالقناه هذه كان عاود يتكرر الشيء كيما هذا، ديجا هذا خطا كبير فادح، المفروض يصدر منه اعتذار لكان تم انسونسور. نحتاجوا منه المفروض باي شجاعه المدير القناه المسؤول على القناه، مادام خرجت معلومه مادام كاينين بوليميك، لكن انت تشوتيا انا المستقبل القناه هذا، القناه هذه لازم تمشي على قواعد صحيح. انت ما تنتقدوا المغاربيه ولا تنتقدوا قناه اخرى وتقولوا انا شخصيا جي جامي تي سانسوري في المغاربيه، الاخوه اللي نعرفهم بزاف يزون جامي تي سانسوري. اسئله تطرح على اي قناه المغاربيه نعرفهم ممولها، والقناه هذه شكون ممولها؟ مش عيب مش عيب. قال انا عندي رجال اعمال جزائريين مونيها، عندي مانيش عارف شو هادي، عندي مواطنين جزائريين مدوا، عندي ليزاكسيونير، عندي كذا، مش عيب. اما تخبي على الشعب الجزائري الحقيقه تروح وتظهر. هذه بعض من الاسئله اللي طرحتها انا كجزائري، يعني بلا ما نقول انا شخص نكره ما عندوش وجود، اي جزائري من حقه انه يطرح اسئله كما السؤال اللي طرحته انت، من يمول هذه القناه؟ هذا شيء عادي. بعد ما طرحنا هذا المغاربيه نعرفه خويا ابراهيم، بعد ما طرحنا هذا السؤال ولينا مخلطين لها جدبابها مخلطين لها جدبابها كما بصريح العباره كما قالها. الوغ كو لانفيتاسيون اللي جاتك انت محمد واللي جات محمد بكير وجات الجماعه كاملين ما كانتش بنفس الطريقه، ما كانتش بنفس الوقاحه التي لا تمت بصله كما قلتها في فيديوهات سابقه. ابراهيم تعرضوك قبل، اجا خويا ابراهيم باش نكونوا صراحه، انتم عرضوك قبل؟ لا لا لا، حتى ولو قبل ما حبيتش تمشي، حتى انت دائما عرفت شكون وراء القناه ما نمشي. اسمح لي، انا اللي عرضني من قبل كان عبدو سمار، عرضني اي نابا انسيستي، يعني باش نكون ماشي مانيش قرع له باش انسيستي. قال لي لا تجي معنا، قلت له في الوقت الحالي ما نجيش، لاني انا اصلا قلت طرحت اسئله بعدها، قلت باش نجي عندكم لازم لي تجاوبوني على ثلاث اسئله. الاسئله كانت جد منطقيه، هي غاني مهدي لما دخل الجزائر، كيفاش تدخل الجزائر وانت كنت احد اكثر الناس المطلوبين، يعني بلا ما في الوقت اللي الناس ما كانتش تعرف كاع السياسه، كانت تعرف واش قالوا في الجرنان، وكانت تعرف اللي غاني مهدي مطلوب. اذا كان الكتاب تاعو هو مستحيل انه يدخل الجزائر، فما بالك هو كمناضل؟ شكون اللي عطاك الضمانات؟ الشيء الثاني الامور واضحه، هذا ضمانات باش يدخل الجزائر باش يشارك انتخابات، هذه لا غبار عليه. بصح انا اخويا ابراهيم مثلا تاع اللي احنا نتكلموا وناس يتبعوا فينا، احنا خاوه يعرفونا باللي ما عندناش مشاكل ولا انه كاين قنوات مثلا ممكن تشارك فيها، انت ما تعرفش كل مموله. نعطيك امثله، هنا قنوات فرنسا كثيره ما تعرفش مموله. لازم تعرف، اسمح لي، اهم شيء تعرف شو خط التحرير تاع القناه. هل هي قناه مثلا احنا فيما يخصنا الحراك، في الحراك هل هي قناه مسانده للحراك وللتغيير الديمقراطي ولا قناه مسانده للعصابه فقط؟ اما الممولين اكيد حتى تتساءل
ممكن يكونوا امكانيات صغيره ولا كده، ولكن اي قناه الان، انا رايي ماشي، انا ما فرضوش عليك، اي قناه، اي منبر اعلامي، يوتيوب تاعك ولا اي انسان، مهم يكون داخل اطار الحراك وملتزم. علاش انا قلت لك باللي مادام خرجت على دخلت في قضيه لا سانسور، معناها انك تقطع انسان ولا ما تسمحش براي تاع انسان، خرجتي على اطار الحراك. انا حبيت قناتي مولها، قناتي مولها شفيق مصباح على سبيل المثال، انا مش غير مستعد ان نفوت فيها، لاني على بالي على بالي الهدف من هذه القناه واش وين رايح، على هذا الجزائريين ولا يحوسوا شكون يا خويا وراء هذه قناه. اذا كان مولها المخزن، ما انا على بالنا بلي الاهداف واش راهي رايحه دروك، انا من غير ما يشرفنيش اني ندخل في 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 صراعات انا بعيد عليها اصلا. اذا كانت اشخاص عندهم توجهات من هذا النوع، انا ما يشرفنيش اني نبان معهم اصلا. يعني على هذا كان سؤال جدا منطقي، وسؤال حق لكل جزائريين انه يطرحوا يعرف شكون هو ممول هذه القناه. هذا شيء طبيعي انه يعني ما لم يتعدى حدود حدود الاحترام. اسئله جد معقوله اذا طرحت فتكون الاجابه بشكل ما. قلت لك اذا كان تكلم على الشجاعه فمن الافضل انك تجيب بنفس الطريقه، تكون عندك شجاعه وتجاوب الناس، تقول لهم انا شخص طرح اسئله نجاوبه ونقولها شكون شكون. اذا كانت حقيقه نيه الاستضافه كاينه، عمرها لصرات بهذه الطريقه، عمرها لصرات بهذه الطريقه انك تدير فيديو لايف هذا الشخص ما نعرفوش كاعنا كاع شكون. النيه كانت جد باينه انه من اجل تصغير وتحقير هذا الشخص. اما مهما يكون هذا الانسان فشويه قدر وشويه احترام، وهذا الخطا لم يكن ابدا حرفيا، ما كانش مهني، سي با بروفيسيونيل ديتو، انسان صحفي وعنده سنوات من الخبره يجي يدير انفيتاسيون بهذا الشكل. على هذا نرفض، وكما قلت انا يعني حتى لو يكون كاين فيه في يوم من الايام ديبا مستعد ان نتلاقى به على قناه باريكزوم محمد بن عيسى ولا على قناه تاعي، ويجي النوت موديراتور يكون في الوسط ماشي مشكله، بصح باش نحضر في قناه دليل فكرامتي اقبل كل شيء محمد. انا فاهمك فاهمك، ولكن احنا يا واش نحتاجوا ابراهيم في المرحله المقبله، وهذا من بين المواضيع اللي رانا نتكلموا فيها اليوم، انه نخليه دائما كما نقولوا حنايا ووجه بيناتنا تاع 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 باش نقعدوا عليه في المستقبل، مهما كانت الاختلافات اللي بيناتنا، مهما اللي كانت. نعم عندنا مؤاخذات على كثير من الناس، وربما اللي كنا نقولوا فيها قبيله، والناس كثير عندها مؤاخذات عليا وعليك وعلى فلان، لازمنا كما درناها. نعم بالي بلي تقدر ديرها، وانا كنت ما نذكروش واش صرا واش ما صراش، كنت تقدر تقعد مع الناس ربما اللي راهم يسيئوا اليك، انت عندك شيء، هذا هذه حاجه مليح لازمنا، بصح حنا نتفقوا عليها انه بين اسباب نجاح الحراك انه اون سو كلاش با ان دوغري دو نون روتور. معناها انا ما جامي نوصل نكلاش ابراهيم لدرجه اني نسيئلو في عائلته ولا نسيئلو في شخصه ولا نهينه باش غدوه ابراهيم ما يقدرش يقعد معايا في طاوله. هذه اخطاء فادحه ما لازمش نديروها، لازم نتفقوا عليها كل ما بين الناشط انه كل النشاط تاع الحراقه يا جماعه راح نختلفوا ومازال نختلفوا ومازال الطريق طويله، باسكو العصابه ماشي راح تمشي ماشي حابه تمشي الان. هذه انا باش نقدروا هاد العصابه ولا بليون دو، لازم نكونوا كيما 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 بويانا المجاهدين في وقت الثوره، كانوا رجال موس واحد يذبحهم رغم اختلافاتهم، اختلافات كبيره، اختلافات بيناتهم كبيره، واحد طالع الجبل الله اكبر وواحد طالع على اخرى الله اكبر لا والو، واحد شيوعي خلاص، وكانوا كل هذا يمد روحه عجل الاخر. دونك حنا جوبونس لازم نرجعوا لهذا الشيء. وانا نظن ثاني الحمد لله، شوف الشيء اللي مازال في الحراك، الناس اللي مازالوا ثابتين، مازالوا راهم ينشطوا، مازالوا راهم محافظين على الاليان بيناتهم، وصلوا القناعة هذه. كي ما تعجبنيش حاجة في إبراهيم قولها له بطريقة أخوية، وهي ما تعجبوش حاجة يعيط لي قولها لي بطريقة فيهاش تجريح ما فيهاش سبان، ونتلقى غدوة في طاولة، ولي عندهم علاقة بيناتهم يتلقى ويتغدى ويتعشوا مع بعض. سي سكي با فير نوتر فورس فاس اسو سيستيم، اللي هو يدير نفس الطريقة أخويا إبراهيم، ياكلوا في بعضهم بس على الشعب متفقين. أعداء يقدر يلقى فرصة يطير الآخر، ولكن على الشعب متفقين دائما، في عندهم العربي والقبائلي، عندهم الإسلامي والعلماني، عندهم كل شيء العصابة، من حدات لسيدهم السعيد السلال الأكل متفقين بالصوفية تاعهم، متفقين على على الشعب الجزائري. احنا كنا نوصلوا في المرحلة هذه اللي داخلين فيها انه
نديروا لونيون ساكري سي با لونيون اللي نتاع الكذب هذيك تاع وي الوحده لا لا ما كانش وحده وحده بالمصارحه يا با دونيون سون كلارتي وهذه ثاني من بين المصطلحات اللي تعلمناها في الحراك اونيون بار لا كلارتي ما لا نحشي لك لا تحشي لي يا ابراهيم باسكو كاين الناس يقول لك ايه معليش لا 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 ابراهيم نعرفك انت تعرفني نعرف محمد نعرف سليمان نعرف قدور نعرف فكرك الى حد معين مي متفقين انه نكملوا المشوار هذا مع بعض لا انا جو مي بيرمي ان بيتيت كيسيون محمد خويا كي مبرول لي لابر Est-ce que tu penses qu'on doit réagir, nous aussi, comme l'a fait à un certain moment donné, l'ont décidé nos parents lors de la guerre de libération, yani, pour attisser large, il y avait la liste des 60 salopards qu'ils avaient intégrés, sans pour autant que ça leur pose problème. La problématique qui se pose maintenant, nous, n'atarifu billi, في وقت من الأوقات يمكن كاع غلطنا في حق هذا الشعب بطريقة أو بأخرى بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة ما كاش مشكل يا باتسوسي مام سي أنا جو سوي سور إسرتا كو ما غلطش في حق شعبي ولكن بار هوميليتي جو في دير كو بون ما أنا تاني يمكن غلطت وما على باليش يا باتسوسي ما بروبليماتيك بور لانستون سي كو دي جون فيان سو غريفي à cette révolution, alors qu'on connaît leur passé. Et si au moins ils avaient ce courage eux-mêmes de le reconnaître et d'y faire face, de prendre leurs responsabilités. هذه ربما تجي في المرحلة المقبلة اللي تمشي في احنا كنا في مرحلة اللي نشوفهم بعضنا من بعيد. انت راك قاعد لي انا نشوف فيك وانت تشوف فيا. انا فاهمك وانت فاهمني. الان فهمنا باللي لازم نمشيو مع بعض. شوف ما كانش لازم مصارحة شوف نتكلموا كاين ناس تكلموا عليهم اللي دخلوا البلاد وشاركوا في حابين يشاركوا في الانتخابات كانوا يجيوا عندنا ساحة الجمهورية وكانوا الناس يحكموهم يقولوا لهم الكلام هذا اللي تقول فيه يا إبراهيم يتقال في ساحة الجمهورية روح تشوف في اللي فيديو تاعنا في 2020-2021 كانوا يقولوها لهم وعلاش وكذا ولكن احنا الموقف تاعنا واش كان في التجمع تاعنا في البينا قلنا يا جماعة الباسي تاع كل واحد موش موضوعنا الآن اللي همنا نعم سؤال في حقه والسؤال لازم يتطرح انت درتي وعلاش درتي وكيفاش لانه لا تراجيكتوار تاعك تاع النضال مهمه انا ما تقدرش تقول لي البارح راني كنت مع العصابه واليوم راني وليت مع الحراك وما نفهمش وعلاش وكيفاش سيلوش ان سيرتا مومون تو دو كي تعود راجل كيما انت راجل عام كيما انت محمد ولا كيما ابراهيم تو دو ني ديزيكسبليكاسيون بلوز او موا وما تقدرش تخبي على الناس انه كيما اي سياسي يصرح بممتلكاته الماديه انت تاني تصرح بمكتسباتك الثقافيه والسياسيه واش درتي قبل واش كنتي دير داكور عادي ما فيهاش عيب وكان اخطأتي قال يعني اخطأت بصح ما تقدرش دير نفس العمل تاع النظام معناها النظام يمانيبيولي فينا وانت تجي تو تابيون بلون قال انا خاطي ما درت حتى شيء لا لا شاركتي في انتخابات في 2019 احكي لنا عادي ما فيهاش عيب لكن حتى اخطأتي صارحنا وحنا ماناش كيما يقول لك دي جوج اون فاتو بوند غانا نقتلوك ولا لا ودي هذه الناس كل جربتي اخطأتي وغدوه بالك دير حاجه مليحه باش تكون تي سانسير في النضال هدايا ماكش انا كيما يقول لك اون اونتين تاع الريجيم وخاصه الشعب الان ما جاش واحد ما بقى يحشيهم شوف مع اليوتيوب يا خويا وربي عيش كيما يقول يسموه العرب زين يقول لك الخوارزميات لزالغوريتم يا خويا راهي تسي اون بينيديكسيون دو سيال ما بقيتش تقلق روحك انا شوف شرانا احنا بالجزائر نقولوا لا تكنيك دو فار واحد ما بقى يسلك منها هذه حتى تفنى الدنيا ها يوتيوب كيما هذا راه هضرتها ممكن غلطت في منها ولا منها يقدر يجبدوها لي بعد 10 سنين ام محمد ها واش قلت ها ابراهيم ها واش قلت دونك تصاور هاك صورت محمد مع محمد خواني او محمد خواني قال هكذا دونك انت راك داكور معاه انا الان في dans l'air du temps dans laquelle on est personne ne peut échapper شوف شتا فرنسا وفي اوروبا وش صاري رؤساء يطيحوا ومسؤولين كبار يطيحوا عاجل التصريح قالها يجبدوها لك ها مؤخرا زمور جبدوا له حوايج ها وفلان جبدوا له on peut pas échapper à ça donc انا نظن واحد ما بقى يقدر يمانيبيولي الاخر ولازم نكونوا صراحة مع بعضنا مي كما كنت نقول مش عارف سمعتينا اخويا محمد بأدب بيناتنا توجور نخليو ديما ديك الأدب تاعنا الأخلاق تاعنا والرجلة تاني الرجلة أنا نقول حتى أكثر من الأدب الرجلة ك
كاين حراكيين درك نقولوها مالوروزمون سي دي فوايو. اسكو اون بو دير وي كاين حراكيين دي فوايو شابو با والله غير شابو. كاين حراكيين دي فوايو ايه كاين هاد من الناس تخليهم معاك يوسخوا لك صورتك. لا كاين حراكيين مال انتونسيوني نو. كاين حراكيين نص مي تو في فير كوا اسكو تو فا محمد كاين مجموعه من الناس وفصيله من الجزائريين يعني يقول لك تو لي موين سون بون. كل واحد راه يناضل بطريقته وانت راك تقول يعني كاين يعني حراكيين ماهمش اهل للحراك حقيقه وما يشرفش الحراك بانهم ينتموا له. رايي إيه إيه ابو 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 كم محمد نو ريبوند. انا جاي توت بيتيت ريبونس سهله كاع. هل يعطيوني هاد الناس هادو طريقتهم كيفاش راهم يديروا باش يفصلوا النضال عن اسلوب النضال؟ يعني النضال حاجه واسلوب النضال حاجه واحده اخرى. كيفاش راهم يجزئوا ما بين النضال واسلوب النضال؟ بس كي نفهم كيفاش راهم يديروا هاد التجزئه نكون داكور معاهم ما عنديش مشكل. لا بصح بار اكزومبل يقول لك هذا انسان طونكو راه على سبيل المثال اللي راه يطيح لي جينيرو ما يهمنيش انا. وكانه في بعض الاحيان وصلت الوقاحه اكثر من هذا الشيء. ما تهضروش في بعضكم. انا راني ننتقد في محمد بن عيسى من اجل اني نصلحه على سبيل المثال. من اجل يودي محمد بن عيسى راك غلطت من درت هذا الشيء. راني نقول لك هذا الشيء ما يعني ما غير لائق على سبيل المثال انك انا نقول لك انا نقول لك ما تنصحنيش. انت شكون باش تنصحني؟ يجيك واحد يقول لك اه ما نقبلش النصيحه من عندك. لا 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 ماشي هادي. يقول لك أسوأ من هذا حتى المتبع الكريم يقول لك على سبيل المثال يقول لك خليتوا لي جينيرو وراكم تهضروا في بعضكم بعض. انتم ما تشرفوش الطوره تاعنا وانتم بهدلتوا بينا وانتم رخصتونا وانتم راكم تشمايو في بعضكم بعض الوغ كو حنا رانا نحوسوا نكوريجو لي زيرور تاعنا الوغ كو كيما قالها محمد في العديد من المرات ايضا on n'a pas besoin de prêcher un convaincu. هاد لي جينيرو نعرفوهم كيفاش دايرين بلي دي سونغينير دي تورسيونير. ما خصناش يجي انسان كل مره يقول لنا ودي ها ودي هاش نقريحه ها واش دار ها شعل كلا من كيلو من مليون تاع كاوكاو ها واش دارت بنتو ها واش عملت فلانه. الوغ حنا في حد ذاتنا ما راناش عارفين واش راحين ندير. عندك مشكل عندنا يا سي ابراهيم انه حنا رانا متأثرين بالنظام اللي رانا عايشين فيه. لازم نقولوها ونكونوا صرحاء فيها. احنا رانا الانسان ابن بيئته يقولوا المعربزين والفرنسيين يقول لك اوني توس كما يقول لك برودوي دو سا سوسيتي و دو سون انفيرونمون. احنا كبرنا في نظام ديكتاتوري نظام فاسد. ديكتاتوري وفاسد معناها ديكتاتوري معناها متسلط. والشيء معناها الخطير فيه انه فاسد معناها يفسد القيم ويفسد المبادئ ويفسد الاشخاص. معناها شخص تكون حاطه كذا كي تقترب منه تلقاه فيه وعليه. هذا واقعنا ما نقدروش نهربوا منه. وفي الحراك احنا الشعب الان عارف راه شايف سي با دي زونج. احنا ماناش ملائكه في نوع لينا. بس انا انت حراكي يا سي ابراهيم غدوه نسمع لك لايف ونسمعك بلي تسب في الناس ولا تسب في انسان الناس ولا كما مؤخرا بعثوا لي فيديو تاع واحد الله يهديه نقولوا يقول لهم كذا وبالعيب وهز قندورتك ومش عارف كلام من انا. هذا تسميه حراكي؟ هذا مش حراك. انا بالنسبه لي هذا مش حراك. الانسان اللي يتهم نساء ولا الانسان اللي يبتز ولا الانسان اللي يقدر يسو بيرمي فير دي شوز خارج على الاطار القانوني انا مش حراك. انا الحراك خرج من اجل حاجه نوبل. اوني با دي ماكيفيليك. احنا ماناش دي ماكيفيل. احنا tous les moyens ne sont pas bons. انا لا مانيش معتقد بلي tous les moyens sont bons. لو كانت كل الوسائل المتاحه جيده لو كان تخلينا على مبدا السلميه يعطيك الصح. لو كان حوسنا على اي طريقه اخرى للاطاحه بالجنرالات. لكن احنا شعب الجزائر الحمد لله متمسك بمبدا السلميه ومتمسك بال مستحيل انك تو باتر ان سيستم افيك سي بروبر مويا avec ses propres comportements. Moustahil. Tu ne peux pas le dépasser. C'est lui qui les a inventés. C'est lui qui les a enracinés fina. C'est lui qui a dilué les valeurs de la société pour implanter justement son machiavélisme. Moustahil, je vais te dire que tu es dans ce terrain
وراك في يوم من الأيام قاصد وظان بأنك مستحيل. وأساليب النضال هي جزء لا يتجزأ من النضال. Tu te définis aussi par ta façon de lutter. Tu ne te définis pas uniquement dans la lutte. Ta façon de lutter te définit aussi. Ça s'appelle la cohérence, أخي محمد. La cohérence, l'insijam بين المبادئ وبين الوسائل والأهداف. يعني ما تقدرش تكون أنت تقول je suis un écologiste, أنا إنسان ندافع على البيئة وأنت عندك 4 لتر 5 ديزل. ساكولبا ما تقدرش تكون معناها انت انسان تناضل من اجل الديمقراطيه وانت ما تسمحش للراي الاخر انه يتكلم عندك في لاغورا تاعك ولا يجي للحزب تاعك ولا يدخل عندك في الباد ولا يهضر عندك في القناه انت ما تلقش. وهذه نقولوها درك ولا ما نقولوهاش من بين تاني صعوبات الحراك انه عندنا هذه الاشياء في وسطنا انك جماعه الباد تلموا غير بيناتهم جماعة لونت خصوة احنا نقعدوا غير ما اللي يشبهونا جماعة اللي ملهيه هم مظلومين يقول لك احنا هما مش عارف شو هادو كمان في موقف ضعف ما بلك وجود عندهم الأغلبية يديروا نفس الشيء نقعدوا غير مع جماعتنا اللي كيمنعنا أبو الحي وجماعة دولة إسلامية بلا ما نفوطيه دونك عندنا هاد لي ديفو يفو اوزل دير باسكو الشعب الجزائري عم بكش يقول لك لكن خير بين زوج هموم الهم اللي نعرفه خير من اللي ما نعرفه خير من اللي ما نعرفوش وي يقول لك لكن انا نحي العصابه تاع هذه اللي نعرفها تاع الجنرالات باش نركب عصابه ما نعرفهاش عصابه اخرى ما نعرفهاش اخويا نحكم اللي عندي هذه صراحه لازم نقولوها ثاني لازم نقولوا احنا ميو باسكو سينو سا كول با طريقة طويلة المهم مش بونس كو مليحة المبادرة اللي درتها سي إبراهيم دردشنا هكذا هذه الدردشة والله سي با فوت كومباني كيم دي بلاس بصح راني نشوف فيك راك بديت تعيا على بالي بلي سيجي مازال طويل بصح شكون هو لا انا معيت والله لا ناخذ اخرى ان شاء الله نعاودوا نزيدوا نتلاقاو ان شاء الله يزيدوا كاين ناس اخرين يعاودوا يطلعوا معنا بور ديباتر دي سوجي باغي باش نهضروا دائما على الحراك ولو انه كان بعض الاخوه قال لك بلي لو كوستا راه باين واشنو هما الحلول اللي لازم لها هضره كبيره لازم لها ناس تقدروا تجاوبوا في جمله ولا جملتين تفضل اخو ابراهيم الحلول انك انت ما خرجتش تناضل عجل المسيره وما خرجتش تناضل عجل محمد ولا ابراهيم ولا محمد زيتوت ولا فلان ولا خرجت تناضل من اجل تغيير ديمقراطي في الجزائر من اجل الجزائر تحلم بها تبقى تناضل انه والنتيجه كاين ناس ثاني يقول لك النتيجه ما كان والو والشعب ما بقاش يكسر راسه كتير انت مقتنع ولا مش مقتنع التغيير في العالم يا جماعة حطوها قاعدة ذهبية معناها كما الشمس لتا التغيير تقوم به الأقلية مش الأغلبية سي لا مينوريتي كي كري لو شانجمون في العالم كامل من آدم حتى اليوم عمرها لا ماس بوبولار لا غيرت لا ماس بوبولار كي تخرج تكون مبنية على أفكار داروها ناس مثقفين قبلهم وزرعوا هك الأفكار في كتب وفي كذا جاءوا الناس قراوها اقتنعوا بها وحققوها أنها إحنا الآن اللي يبقى في ناضل الآن تقدر تقول أقلية هذه الأقلية لازم تكمل تتنظم تتهيكل وتستمر الباي لو بخي خوتنا في البلاد اللي حتى اللي غمدوا عينيهم قال لك يا شغل أما الآن كثير منهم حتى مجمعة اللي قال لك خلوه يخدم خلوه يخدم يا جماعه خلوه يخدم خلوه نجربوه ونشوفوه هم فهموا باللي يا غيام معناها فاقد الشيء لا يعطيه بغيان فيها احنا الان المحطه راهي قدامنا تبون راه عنده عامين وهو قاعد يبريكولي قريب 3 سنين راه عندهم 2024 راه معولين ثاني شبونس بعض الخراجات اخويا ابراهيم راك فهمتها منا واللي هي راهي عندها علاقه ب 2024 ولا مانيش عارف كاين ناس حابه تنقز دونك كاين ناس حابه تنقز احنا نكملوا الناضلو نكملوا نؤمنوا بهذه الفكره لانها مرتبطه بينا وبويانا وبولادنا وبالجيل اللي جاي راه مي ضغط كبير على ابراهيم على محمد علي على فلان جماعه واش راك مديروا اللي عنده والديه في البلاد راه كل يوم يقولوا له يا ولدي الشعب دار ما بقاش يكسر راسه في الحراك واش راك دير اللي عنده مانيش عارف انايا اللي في البلاد راه يقول لك يا بلوريا كاين اللي يقولوها لي الشعب هذا ما يستاهلش التغيير مؤخرا خرجت عاود ترجعت الحكايه دي تاع الشعب ما يستاهلش التغيير شوف الشعب هذا تاع البالون والشعب هذا تاع في الحبس
اسمع ايه سامحين فينا في الحبال، الشعب هذا اللي راح يدير لاشان على الوحده تاع البطاله، الشعب هذا اللي راه ياغريسي، الشعب هذا اللي كذا، هذه معروفه معناها كيما يقول لك السيناريوهات السلبيه معروفه، لانه يعني كون نصدقوا الكلام هذا ما كناش نصدقوا بلي هذا نفس الشعب ما تبدلش، ما اللي كان يخرج وكانوا حيعطيوا له جائزه نوبل للسلام. لا، الشعب هو الشعب عليه ضغط مسكين، كيما نقول لك كيما الاولاد والعجينه، كيما تعجنها تلقاها. الشعب راه تحت نظام من ابشع الانظمه، يدير الشيء اللي قادر عليه، احنا علينا نتحملوا المسؤوليه ونضحي ويفوفي على ساكريفيس ونا با لو شوا. محمد خواني، قبل ما نختمه بغيت نوري لك واحد لا فيديو ومن بعد نعاودو درنا عليها تعليق لو بغيت. يلا. بكاش الحل الجزائر، بكاش مستقبل في الجزائر. في 52 جمعه ماتوا 4000 جزائريين. لو كان نبقاو 7 سنين كما هاك، كل جمعه نرقدو نستردح شويه زلاميه، شويه شطيح، شويه رتاح. كيفاه؟ الشخص هذا اللي يسمي نفسه في كتابه مون كومبا كونتر لا مافيا دي جينيرو شي با كوا، لانه واحد من لي زينيسياتور تاع الحراك، الان وكانه يتنصل من الحراك ويلقي مسؤوليه الحرقه اللي قال 4000 حراق مات على عاتق الجزائريين اللي ما قدروش انهم يديروا حل. محمد، هل ظاهره الحرقه السبب نتاعها هو اللي شفناها؟ الأكيد أنكم راكم كلكم لاحظتوا بأن الحرقة نقصت في الأسابيع الأولى من الحراك، بعد ما عاود رجع القمع، بعد ما اقتنع الجزائري، الشاب الجزائري بلي ما أنوش مستقبل مع الجنرالات، بدأوا يعاودوا يهربوا في البوطيات. ما في الأولى كنا طامعين في التغيير. هذا الإنسان، هذه مغالطة كبيرة. محمد، نتمنى تختم لنا بتعليق على هذا الفيديو إذا بغيت. أبغي ندير الانتربريتاسيون تاعنا البريطا كونفوزيون، يعني هذا السيد هذا ان جامي ابارتوني للحراك بور بووار لو ديفوندر، الى توجور ديفوندو سون امبيسيون، الى كومبري، الى يو لانتيليجونس، il faut le reconnaître de comprendre l'influence des réseaux sociaux avant tout le monde, avant tous les politiciens avant lui. Il a compris aussi l'impact de la comment on appelle ça, la télé-réalité. Et donc, il a transposé une façon de faire qui existait déjà en Europe. Il l'a transposé en Algérie, chose, un truc, un phénomène qu'il n'avait pas encore vu à l'époque. On a vu déjà sa façon de mener la campagne électorale, les visites au village, ou comment toutes les attributions, les maqbel. C'est quelqu'un qui a toujours été au service de son ambition. Ça n'a pas marché en France. Il s'est rappelé que il y a un pays de Bougnoul où c'est facile de devenir président. Il y a un pays de Gnou. Hadou, ils sont beaucoup trop civilisés pour moi, ils m'ont rejeté. Et là, le discours était au service de la France. Il est devenu un discours de Bagali, et donc il se base toujours sur l'émotionnel. Il faut à tout prix distinguer un point. C'est qu'il a compris notre nature. Il a compris aussi طريقة تعامل النظام الجزائري في خطاباته الرسمية مع الشعب الجزائري. خطابات جوفاء خاوية. خطابات اللي إنسان اللي حامل مشروع سياسي ما يسمحش لنفسه أنه يخطبها. سوف وكنا ونأمل alors que le خطاب السياسي من المفروض أنه مبني على إحصائيات، دي شيفر، دي إشيونس، دي طون، لي موايان مي أون إكزارك، موايان دو كونترول دو سويفي، دي لوا كي فون أبويي لو بروجي لا ديسيزيون أون كيستيون إتسيتيرا.
شوز اللي جامي تشوف لا ميم شوز يعني ان 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 ليزيني ني يبكينا باسم امه وباسم ابوه وباسم ضربه عند لاكاج ديسكالي وباسم شقوا له راسه وباسم جاع عاود خطره كل الماكارو عاود خطره ما تهلاوش فيه عاود خطره سيميتسا عاود خطره ما كانش لي زافوكا عاود خطره سواسون ابوكا عاود سي توجور سو لونغاج ايموسيونال اي سي بوركوا العبد هذا Il est déjà dans l'optique, il a compris le plus tôt possible. Il n'est pas dans cet engagement de Chab el-Jazairi qui a compris que c'est un combat de longue haleine. Et c'est un investissement à long terme. Même si Redoua Yuskot Nidam, ce n'est que l'ouverture du chantier. Ce n'est pas l'habitation. Et donc, lui, il n'est pas dans cette optique. Avec l'âge qu'il a, il veut devenir président tout de suite. Et il est en train juste de dire, au fait, il n'est pas en train de s'adresser à nous, il s'adresse à nos dames, en lui disant, écoute, hey, Rakhchoufia, en tant que solution de rechange, ou la Makhchoufoualou Makhchoufia, au Charanindir, c'est tout. C'est tout. Malheureusement, par l'impact de ce discours émotionnel, elle fait toujours de l'effet. Fait toujours de l'effet, Brahim Khoya. L'Ukraine, elle ne fait plus d'effet. Ça veut dire que c'est bon, on a déjà réussi. Ça veut dire que notre combat, il a presque pris fin, c'est bon. Ce qui n'est pas le cas. Mohamed Ben Issa. Mohamed Khawani, donc Khawana Rachid Nikaz. Khawan touga à l'Nas. قضية التخوين في عجالة الله يفتح عليك وما غاديش نشدك خولتو كاع الناس وما كاش واحد اللي بغيت تخدموا معاه وراشد نكاز وواحد من النشطاء البرزين كومشي هو كون شعب جزائري ما خرج نو راشد نكاز شوف راشد نكاز انا ماشي ما زعنا اتي تخدي اكزامبل بس جسمو انا حنا القصد هو قضية التخوين يعني اي احنا نهضر على التخوين جسمو شوف راشد نكاز بصح اونتخ نو مادام ذكرنا اسمه اكثر من مره في ليميسيون واجب عليك انك تعطي له دعوه يا سي ابراهيم رسمية معناها أنه يظهر معك باش يرد علينا ويرد عليك من هذا من هذا المنبر نارينا رسلو مدبيا تشرف لو كان يعني لا يقدر يجي ليميسيون مش مشكلة بالرغم من أنه جاوب على كل أسئلة يا إبراهيم راني ريزيرفي بلاصة والله لازم تعرف والله ما فيش مشكلة لا لازم أرسله دعوة إبراهيم هكذا باش ما يقولكش احنا نحترمه الرأي الآخر ونحترمه للديونتولوجي معناها الأخلاق المهنية تعنى أنه مادام ذكرنا اسمك عندك الحق أنك ترد بس إبراهيم وراني قارئ أيضا في العربي زي طوطي يجاوبني على الدعوة اللي وجهتها له الدعوة الرسمية ولا ما بغاش يجي تاني مش مشكلة نطرح الأسئلة كما طرحتها على غانمات بجيد يا سيد على أخونا الله يذكره بخير والله يهديه أخونا سي رشيد نكاز أنا أعتبره أجيتاتور أنا أعتبروش ناشط سياسي ولا لأنه الناشط السياسي لازم يكون كويرون شوف لا كويرونس الانسجام في المشروع السياسي نقطة مهمة وأساسية وتدي فيها كما نقولك نوت إليميناتوار لكان تخطئ فيها لأنه أنا ما نقدرش لأنه كين فوتي على إبراهيم ولا كين ندعم إبراهيم ندعمه على مشروعه وفكرته السياسية سي رشيد نكاز أنا غير بين قوسين واحد ما خونه وبيرسون ما خونوه حنا الناس كل يزون جوجي علاش قال لي واحد هذا التنقيز السياسي معناها مرة قالها أنه القايد صالح يدير لنا مرحلة انتقالية ومش عارف شي هو خلوه نحطوه رئيس صور بحدة تصويرة على القايد صالح مرة الأخر جاء تاع الميكانيسيان قبلها دار لنا قضية السجن تاعه وكل معلومات مرة معلومة مرة كريت الماكارون مرة تعذبت خرج من السجن قال لك أنا ما تعذبش بعدين جاء اقتراح قال لك نديروا حكومة تاع حقوقيين يا سي محمد حكومة مجلس انتقالي مكون إلا من الحقوقيين يا ودي احنا رانا نتكلموا على السياسة على الحقوقيين أنا قلنا له وين صرات في العالم معناها فكرة كيما هذه أنه حقوقيين يسيروا مرحلة انتقالية اللي هي أساسا مرحلة سياسية لازم تكون فيها توافقات سياسية معليش الخرجة الأخيرة أنه الحركة فشل بسبب الحركة لشغلاتون إلي غاديكو alors que المهم أنا مريت معه في التلفزيون وقلت له فوزات une partie du problème et pas de la solution انت راك من المشكل مش من الحل بسبب هذه الأشياء نحوسوا على معارضة في المستوى وانت تخرج لنا خرجات كيما هذه يا اخي ما نعرفوش معناها سي سكون ابل دي بروبوزيسيون تيغي بار لي شوفو ما عندهم لاساس لا راس خلينا منه قضيه التخوين
انا بك انا تعرضت لقضيه التخوين ونعرفها وكيما بزاف منا ما تقيسني سامفي ني شو ني فوا مي بالنسبه للسبري كوليكتيف تاعنا لانكونسيونس تاع الشعب الجزائري على فيها تي بو دو ما علاش باسكو حنايا مازلنا في المجتمع التقليدي لانه يعني كان المجتمع التقليدي ومجتمع الحداثي هذا المجتمع التقليدي يؤمن شويه ببعض المبادئ اللي فيها شويه خرافيه فيها شويه تقليديه فيها تاع الوحده هذه يشوفوا الناس كل ملائكه ابراهيم محمد فلان توسا كنا نقولوا له باللي ابراهيم هكذا ولا عنده مشكله هكذا صاي ابراهيم انا عندنا واحد التاليه تاع الاشخاص والتربيب تاع الاشخاص وعباده الاشخاص عندنا فينا ورثناها كاين مشكل تاع تكوين تاع دين شويه ناس فاهمين الدين غلط كي تقيسوا في فلان انا كان جينا ننتقدك يقول لك خونتني يا ولدي انا ما خونتكش كي يقول مثلا انك موقفك من الموضوع هذاك موقف مش مفهوم يا اخي انت بالموقف هذا راك اقرب الى النظام من الحراك لانك ساندت النظام في وقت كان مفروض توقف مع الحراك هذا نقد ماشي تخوين يعني اي هذا نقد مش تخوين مي كاين الناس يفهموها تخوين كاين اللي يروحوا للاكسترام هذه تعبله ومش عبله هذاك عبله وذاك عبله سي نيمبورتو انا بكري كان اللي يقول لي عبله ونقول له اعطيني لابرور اعطيني الدليل فهمني سي با سي تري فاسيل تجي واحد كيما ابراهيم ولا كيما محمد خواني ولا انا انت ما العبله ما عندوش كارطه يعني ما غاديش يمدوا لك كارطه باللي انت تنتمي لا لا دليل يا اخي كي شوف ابراهيم ماني قلت لك نقدر ابراهيم نقدر انا ما نعرفكش قبل 3 سنين مي كنا نعرفك انت وين راك مدينا وينك جيت انا نقدروا نسالوا عليك مستحيل في هذا العالم تاع الانترنت ما تخرجش عليك معلومه مستحيل في هذا العالم كل ما نقدرش نعرف هل باساج باغ عبله وي يقدروا دي جون فيلتري في وسطنا في وسط الحراك ومؤسسه المخابرات تخدم خدمتها خدمي خدمتك تو ان فيلتر ولا جو سي با سكو تو فو فير تو في طون ترافاي mais tu peux pas tirer sur tout le monde abla abla sans preuve parce que ça devient un petit peu واش النتيجه تاعها ça crée un petit peu la schizophrénie بيناتنا ou ça واش الهدف الثاني اللي هما يحوسوا عليه ça paralyse معناها تقول ما نقدرش نتحركوا ما نتحركش باسكو ما نعرفش محمد خواني وما نعرفش ابراهيم دواجي دونك يا انا كاين كلام يتقال في قضيه التخوين انا ماشي الاجماع اللي كان يقول لك باللي احنا ما نعرفوش شكون رؤوس التخوين الناس اللي كانت عبله عندهم سهله اللي يشوفوك واقف مع فلان يقول لك عبله خلات الناس صارت ما متكره هذه انا متفق مع الناس اللي يقولوا التخوين بالبساطه تاعو وبالطريقه اللي كان بها قبل هذيك واللي مازالوا بعض الناس يقولوه سي نيمبورت كو انا يفو سو ديز انا سو سو لازم نتبعدوا وسوديسوليداريزي مع الناس هذ قال يا جماعه انا ضد الشيء هذا يعني احنا نديروا في السياسه وانت راك دير في السياسه نحكم عليك بمواقفك وبالثبات في المواقف تاعك فقط ربي يبارك فيكم خوتي محمد ومحمد يعني محمدان ومحمد الله غير ريم بليزير بور مو عبالك باللي جماعه السوريين وجماعه عندهم هذيك تاع يسميو الاسم بزوجة حسنين إيه احنا ما عندناش سنو كانوا يسمونا محمدين جمله بالجروب وابراهيم كان يسموه بالجروب كيفاش يعود هو غير ما كلها تحوس عليها ما راحش تلقاها صعيبه المهم عندي لي سنتي عندهم دو تيرم براهمان براهمان مليحه مليحه ربي يبارك فيكم خاوتي على قبول الدعوه ان شاء الله نتلقى بكم في حصص جايين خاوتنا المشاهدين معين لينا بس ما جاوبتناش كوني مول في القناه تاعك حي الله الباي بال اكور اسمع اللي يدخلوا لك الدراهم اللي يدخلوك من اليوتيوب بارطاجي معنا ماشي مشكله نسلهم خاوتنا المعتقلين ان شاء الله باذن الله انت تاني درت عاديك اتونسيون تبعث لي لا بروف لا لازم كاين بزاف قالوا نبعثوا ما بعثوش دخلك في المشاكل ماشي مشكله معاه على فراكم خاوتي يوم سعيد الله يحفظك صحيتو بارك الله فيك